الاقتصادية وتمكين النشء والشباب. مش حابة أثقل على حضراتكم أكتر في التعريف عن الهيئة، وحابة ندخل أكتر في التعريف عن المشروع يا أستاذ ناصر. شكرا. شكرا استاذه ولاء. يعني هنكمل. يعني المشروع بتاعنا هو اسمه مشروع دعم منظمات المجتمع المدني لبناء فرص سبل العيش للشباب في محافظة أسيوط. المشروع هو بتنفذه جمعية عطاء بلا حدود بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. يمكن المشروع هو جاي في إطار استكمال أو امتداد لأنشطة برنامج نفذته عطاء بلا حدود بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة، وهو اسمه يوث إن أكشن أو الشباب من أجل العمل. النجاحات اللي تمت في هذا المشروع واللي اشتغلتها يعني عطاء مع هيئة إنقاذ الطفولة وكان بتمويل من ماستر كارد، هذه النجاحات بنت عليها هيئة إنقاذ الطفولة وصممت هذا المقترح وتقدمت به للاتحاد الأوروبي اللي كان من نتائجه الإيجابية إن احنا موجودين مع بعض النهاردة في مشروع دعم منظمات المجتمع المدني لبناء فرص العيش للشباب بمحافظة أسيوط. طيب إيه هو الهدف العام لهذا المشروع؟ الهدف العام عندنا هو منظمات المجتمع المدني المحلية لديها القدرة على دعم الشباب الضعيف للحصول على مهارات تساعده في الحصول على فرصة عمل وفي استخدام هذه المهارات بالتعاون مع السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المستهدف. باختصار يعني الهدف العام ده هو ان المشروع بيهدف ان احنا يتم بناء قدرات عدد من منظمات المجتمع المدني سواء كان منهم عطاء بلا حدود او الخمس جمعيات القاعدية اللي هيتم اختيارهم من خلال مشروع دعم المنظمات المجتمع المدني، على أساس أن هذه المنظمات تكون قادرة وعندها المقدرة والفكر والمهارات أنها تدير عمليات التمكين الاقتصادي للشباب المهمش. وإحنا هنا لما بنتكلم على الشباب بنقصد به طبعا الذكور والإناث، بنقصد به الولاد والبنات. فده من خلال أن إحنا هنساعد الجمعيات القاعدية إنها تتملك ويكون عندها مجموعة من الأدوات والمهارات اللي تساعدها على إنها تكون يعني فوكال بوينت أو بؤرة للتمكين الاقتصادي في المجتمع اللي هتشتغل فيه. يعني أهم المخرجات اللي موجودة عندنا هي المخرج الأولاني هو يتم بناء قدرات جمعية عطاء بلا حدود ومنظمات المجتمع المدني لدعم توظيف الشباب والتوظيف الذات. سريعا هذا المخرج، احنا معهد إنقاذ الطفولة في مناهج وبرامج بيتم تصميمها هتتبني فيها قدرات جمعية عطاء بلا حدود، ومن ثم عطاء بلا حدود هتوكل هذه القدرات وهذه الأدوات إلى الجمعيات الخمسة اللي احنا هنشتغل بيها في محافظة أسيوط. وبالتالي هيبقى احنا بنتكلم على خمس جمعيات بنهاية المشروع تكون قادرة على انها تقدم خدمات التمكين الاقتصادي وتحديدا المنهجية بتاعة الشباب من أجل العمل في المناطق الجغرافية اللي هي هتشتغل فيها. المخرج الثاني، منظمات المجتمع المدني تعدى لتمكين الشباب المستهدف بمهارات حياتية ومهارات ريادة الأعمال. وهنا يعني احنا هيكون المخرج ده معني وبشكل كبير جدا بمنهج اسمه الشباب من أجل العمل، وده اللي هيبقى دور حضراتكم بشكل كبير فيه انه حضراتكم هتنفذوا هذا البرنامج التدريبي والشباب في شكل أفواج، هنتكلم عنها بشيء من التفصيل بعد شوية. المخرج الثالث وهو مشاركة الأجهزة الحكومية على النطاق المحلي والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية بفعالية
مشاركة الأجهزة الحكومية على النطاق المحلي والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية بفاعلية في دعم تنمية الشباب للحصول على فرص وظيفية قائمة على سوق العمل أو فرص سبل المعيشة. وطبعا هو ده بديهي ان احنا سواء هيئه القاضي الطفوله او عطاء بلا حدود او حضراتكم، احنا ما بنشتغلش بعيد عن الاجهزه الحكوميه، بل احنا دايما بنكون حريصين ان يكون هناك مشاركه ودعم من الاجهزه الحكوميه المختلفه، مش بس الاجهزه الحكوميه، كمان ان احنا القطاع الخاص والمجتمعات المحليه اللي حضراتكم تتواجدوا فيها يكون لهم دور ومشاركه فعاله في خلق سوق وفرص عمل وسبل معيشية للشباب. طيب احنا بنتكلم في كم منحة، احنا المشروع بيستهدف كم منحة؟ المشروع بيستهدف تقديم عدد 5 منح لخمس جمعيات، وقيمة المنحة الواحدة تقريبا هتكون في حدود 661 ألف جنيه و500 تقريبا، يعني احنا بنتكلم في هذا الرقم مع الأخذ في الاعتبار، احنا بنتكلم على هذا الرقم بسعر يعني بسعر الصرف الساري. المبلغ ده قد يتأثر في حالة حدوث يعني انخفاض في أسعار صرف اليورو، وبالتالي لكن المنح المحددة تقريبا حوالي 661,500 جنيه لكل إيه؟ لكل يعني لكل جمعية شريكة من الخمس جمعيات اللي احنا هنشتغل معاها إن شاء الله. تقريبا المدة الزمنية للمنحة بتكون حوالي 22 شهر، يعني مش يعني لن تتجاوز سقف اي منحه لحضراتكم عن 22 شهر. طيب ايه هي الشروط الاساسيه اللي من خلالها يعني بنضمن ان حضرتك ممكن ليك الاحقيه انك انت تقدم في هذه المنحه؟ الشرط الاول هو انه يكون مكان المقر الرئيسي موجود في المراكز أو القرى المستهدفة التالية، هي ساحل سليم، الفتح، أبنوب، وبني غالي. يبقى أي جمعية ملهاش مقر رئيسي مثبت في لائحة النظام الأساسي أو قرار الإشهار، ملهاش مقر رئيسي موجود إما في ساحل سليم أو في الفتح أو في أبنوب أو في بني غالب، ما ينفعش تقدم في هذه المنحة. الحاجة الثانية، طيب ايه مواصفات المقر اللي موجود؟ مواصفات المقر لازم يكون عند الجمعية، اما المقر بتاعها تمليك او المقر بتاعها ايجار طويل الامد. طيب ليه بنتكلم على تمليك او طويل الامد؟ عشان حاجتين. الحاجة الاولانية هو احنا هننفذ برنامج او حضراتكم هتنفذوا برنامج اسمه شباب من اجل العمل، وهو منهج هنتكلم عنه بعد شوية بالتفصيل. المنهج ده يتم تنفيذه في فصول، الفصل بيبقى موجود في 25 دارس، وبالتالي احنا محتاجين 4 قاعات، المساحة بتاعت القاعة ما تقلش عن 25 متر. طيب ممكن يكون جزء من هذه القاعات موجود جوه الجمعية، وممكن يكون قاعتين تاني او قاعة مثلا تكون موجودة في مركز شباب، والجمعية اللي هتقول ده هتقدم لنا ما يفيد ان في موافقة على استخدام هذه القاعة لتنفيذ ايه برنامج الشباب من اجل العمل. الحاجة التانية ان يكون عندها مساحة لانشاء منشأة انتاجية لا تقل عن 50 جماعة لو سمحتوا بعد الزحمة تكت المايكات، استاذ عفاف قفلة وتكت المايك. لا انا هعمل حاجة تاني. ما انا طيب المساحة لا تقل عن 50 متر، ليه لا تقل عن 50 متر؟ لأن يعني الخمس جمعيات اللي هيتم اختيارهم كمان هو في وحدة انتاجية هيتم تأسيسها داخل
كل وحدة كل جمعية من هذه إيه من هذه الجمعيات الخمسة. كمان هيبقى مهم جدا من الشروط الأساسية إن كل جمعية من الجمعيات اللي هتتقدم يكون معها تقرير مالي وفني معتمد من التضامن الاجتماعي. تقرير مالي وفني اللي هو التقرير المالي الاجتماعي حديث معتمد من التضامن الاجتماعي، وطبعا يكون ايه نتائج التفتيش فيه مرضيه. في بعض الشروط الاضافيه اللي هي يعني لها درجات لكن مش بناء عليها ممكن يتم استبعاد جمعيه، يعني وجودها او عدم وجودها هيقلل من حجم الدرجات اللي حضرتك هتاخدها، بس هيدي ميزه للجمعيات المتوفر عندها، لكن ما اقدرش استبعد ورقك عشان ده مش موجود. ف الأولوية هتتعرض للمقترحات المقدمة من المنظمات المحلية ذات الخبرة المثبتة في العمل مع الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا محورين رئيسيين، محور رئيسي مهم جدا، احنا بنشتغل مع شباب. لو عندي جمعيتين، الجمعيتين دول اجتازوا مراحل التقييم او يعني مراحل التقييم الأولية، وفي جمعية فيهم اشتغلت مع الشباب فبالتأكيد، وجمعية تانية ما اشتغلتش مع الشباب، الأولوية عندها تكون للجمعية اللي اشتغلت مع الشباب. كمان الشغل مع الأشخاص ذوي الإعاقة برضي من النقاط المهمة والرئيسية اللي احنا هتودي أولوية الجمعية عن التاني في حالة التساوي في الدرجات. كمان هتتعدي أولوية للمقترحات اللي هتخلق تكامل مع مشروع مماثل أو لديه القدرة على تقديم موارد إضافية تساعد في تحقيق اهداف المشروع. يعني لو ان جمعيه من عند حضراتكم اتكلمت على انها والله هي ايه يعني هتحط من الموارد بتاعتها مبالغ اضافيه لتعظيم الفائده من الايه من المنحه، او انها عندها موارد، هذه الموارد ممكن تكون موارد عينيه ممكن او غيره، هي كمان هتستثمر هذه الموارد كويس وهتعظم الفائده من المشروع، وبالتالي دي هتكون نقطه تميز لهذه الجمعيه عن جمعية أخرى في حالة التساوي في الدرجات. طيب المقترح والتسليم. في نماذج موجودة عند حضراتكم مرفقة بكراسة الشروط. هذه النماذج عبارة عن نموذج طلب المشروع والميزانية، ودي موجودة في ملف إكسل. يبقى إحنا مش هنقدر نقبل أي مقترحات استخدمت اي نماذج غير النماذج المرفقه بكراسة الشروط. وبالتالي لو اني حد سلم المقترح وهو مستخدم نماذج او فورمات تانية غير المتاحه وغير الموجوده في كراسة الشروط هيستبعد اداريا. رقم 2، يتم استكمال النماذج والتوقيع عليها وختمها، يعني النموذج في عدد من الايه يعني عدد من البنود والتفاصيل لازم يتم استكمال النموذج بالكامل، دي واحدة، وهيتم التوقيع على المقترح المالي والفني والمالي ويتم ختمه. في مرفقات للتحقق مذكورة في المصفوفة اللي احنا هنقيم عليها، يعني لو حد مثلا بيقول ان هو عنده خبرة في العمل مع الشباب، طيب ايه اللي بيعد ضد وجهه نظري دي او ايه اللي بياكدها؟ هل معاه مثلا مرفق صوره من مقترح مشروع مع جهه منحه من الجهات مثلا؟ يعني على سبيل المثال يعني لو حد بيقول انه سبق لي العمل مع الاعاقه مع ذوي الاعاقه، طب ايه اللي يعدد هذا الكلام؟ طبعا هتلاقوا في حاجات زي مثلا احنا عايزين خطابات من يعني من بعض الجهات المختلفة، خطابات تزكية، فوجود الخطابات دي من عدمه. ففي مجموعة من المرفقات اللي موجودة في مصفوفة المؤشرات اللي بتؤكد على الكلام اللي حضراتكم مقدمينه في المقترح، وبالتالي هتبقى مهم جدا المرفقات دي تكون مستكملة وموثقة. هيتم تسليم المقترح في مظروف مغلق، المقترح سواء كان فني او موازنه او معاه مجموعه من المرفقات ماشي، هيتم تسليمها في مظروف مغلق للجمعيه. لسه جايين هنقول اخر ميعاد امتى،
وهيتم التسليم ازاي اللي هنيجي له دلوقتي، وهيتم كتابه اسم الجمعيه واسم المقترح وعنوان الجمعيه والريفرنس بتاع المنحه بتاعت الاتحاد الاوروبي على الظرف من بره بخط واضح، وهيتم ختم ايه وختم الظرف كمان. قدام حضراتكم يعني الايه يعني شكل المظروف، يعني المظروف من بره انا ماليش علاقه باللون الازرق يا جماعه، يعني احنا خلينا في الكتابه، ده الكتابه اللي المفروض تكون على المظروف من بره، اسم الجمعيه جمعيه كذا بمركز كذا، هتبقى مكتوبه في الاول، بعد كده اسم المشروع اللي هو مشروع بناء قدرات منظمات المجتمع المدني اللي تحت ده الاي اي دي والكود ده الريفرنس بتاع المنحه، ثم هنكتب المركز والشارع بتاع الايه بتاع الجمعيه، ده اللي هيبقى مكتوب على الظرف من بره، وهيتم ايه وهيتم ختم الايه ختم المظروف بختم واضح اللي هو ختم الجمعيه طبعا. طيب ايه كمان محتويات المظروف؟ ايه محتويات المظروف؟ واحد المقترح الفني اللي هو النماذج بتاعته موجوده عند ايه؟ عند حضراتكم في كراسه الشروط. رقم اثنين الموازنه، ودي موجوده اكسل شيت هيتم يعني عمل موازنه وهتبقى جوه المظروف. كمان التقرير المالي الاجتماعي الحديث المعتمد من التضامن الاجتماعي هيبقى جوه المظروف. المستندات المداعمه زي ما قلنا من شويه كده، الورق بتاع الجمعيه اللي هو بيقول ان مقر الرئيسي للجمعيه هو يعني احد المراكز المستهدفه، تمام؟ طبعا في سؤال، هو لو ان جمعيه يعني نطاق عملها المحافظه مثلا وحد مثلا موجود في ساحل سليم ينفع يقدم مقترح انه يشتغل في ابوب؟ لا، يعني ده عشان برضه تكون دي الدنيا واضحه، يعني كل جمعيه هتكون ملتزمه بتقديم المقترح بتاعها في المركز اللي هي مركزها الرئيسي موجود فيه. بس فنرجع تاني محتويات المظروف، المستندات المدعمه منها اللائحه بتاعت النظام الاساسي او اي جواب معتمد يقول ان المركز الرئيسي بتاعها موجود في الايه؟ في المركز اكس او اي او واي. كمان الورق اللي بيقول انه عندنا خبرات في الشباب والعمل مثلا مع الشباب، والمصفوفه الاخرى اللي لسه احنا هنتكلم عليها المصفوفه بتاعت المؤشرات اللي موجوده في كراسه الايه؟ الشروط. وكمان في نسخه الكترونيه من المقترح الفني والمالي والمستندات والتقارير المرفقه هتبقى موجوده على فلاش ميموري، هيتم يعني وضعها داخل المظروف وتسليم. طيب لو ان المظروف جه ناقص حاجه من الحاجات دي هيتم استبعاد الجمعيه اداريا، مش هنفتح يعني حتى مش هندخل في التفاصيل جوه. طيب ايه هو الموعد وطريقه التسليم؟ اول حاجه اخر موعد هنستلم فيه المقترحات هو الساعه 3 العصر يوم 23 يوليو، اخر موعد لاستلام المقترحات هو يوم 23 يوليو الساعه 3 العصر. يوم 23 يوليو اجازه رسمي، كويس؟ بس في اليوم ده الجمعيه برضه هتبقى موجوده لاستلام الايه المقترحات، كويس؟ اللي هيسلم قبل كده اهلا وسهلا، تمام؟ طبعا يعني في يعني في اجراءات المساءله والات المساءله عندنا، يعني اي حد هيسلم المظروف يعني المظروف بتاعه او المقترحات هو هياخد من الجمعيه يعني ايصال باستلام المقترح المظروف المغلق واليوم اللي هو جه فيه والساعه اللي وصل فيها، لان لو حد جه يوم 24 مش هنستلم منه، لو حد جه يوم 23 الساعه 3 ودقيقه برضه ما حدش هيستلم منه المقترحات. هنسلم فين؟ هنسلم باليد، هنسلم باليد وليس هناك اي وسيله اخرى، اللي عايز يبعت بالبريد ما فيش مشكله، بس المهم يجي لنا قبل يوم 23، لكن مش هنستلم بالايميلات اي حاجه خالص، هو التسليم باليد بمقر جمعيه عطاء بلا حدود. فين مقر جمعيه عطاء بلا حدود؟ هو شارع جامعه الازهر اللي عند مديريه الشؤون الصحيه، في تقسيم اسمه تقسيم سليمان الحكيم خلف دار المناسبات، و
البرج اللي موجوده في الجمعيه اسمه برج لوجين، برج لوجين مش ندى، برج لوجين، البرجين جنب بعض. و تليفون الجمعيه ل لو في اي مشكله هو 088 2 148 697. طيب لو عندكم استفسارات او معلومات اضافيه هنقدمها ازاي، او حتى لو عندكم اي شكوى في مراحل لاحقه، ولسه احنا هنتكلم على اليه المساءله في الاخر خالص، مش هيتم استقبال او تقديم اي معلومات من خلال التليفون، يعني اي تليفون حضراتكم هتتصلوا بيه للحصول على معلومه محدش هيديكم اي معلومات من خلال التليفون. طيب هيتم تقديم المعلومات والرد ازاي؟ من خلال الايميل. اي حد من حضراتكم عنده استفسار او معلومه يقدر يبعتها على الايميل الواضح قدام حضراتكم دون لغايه يوم 9 يوليو. بعد يوم 9 يوليو من الساعه 5 يوم 9 يوليو احنا مش هنستقبل ولا هنرد على اي معلومه هتجيلنا او اي استفسار. طيب اي معلومات او استفسارات هتيجي لغايه يوم 9 يوليو هنرد عليها عبر الايميل. ولذلك المطلوب من حضراتكم كل المشاركين، يعني نرجو منكم على الشات او على الايميل هتبعتوا لنا اسم الجمعيه اللي شاركت، وعلى الشات يكون افضل دلوقتي عشان نقدر نسجله، الايميل بتاع الشخص المسؤول ورقم موبايل الشخص المسؤول. ليه؟ لان احنا هنبعت ردود لكل الناس، يعني لو جمعيه مثلا جمعيه في ابنوب الخيريه او رعايه الايتام مثلا بعتت سؤال او استفسار، انا هرد على هذا الاستفسار، بس لما هبعت الاجابه هبعتها لكل الناس اللي عندها عندي ايميلات او يعني ايميلاتها مسجله عندي وحضرت معانا اللقاء التعريفي. كويس. فبالتالي وفي اخر في الاخر خالص احنا هنعمل يعني زي ايه، زي تقرير مجمع بكل الاسئله والاستفسارات والرد عليها والاجابات، وهنبعتها لكل الناس اللي عندنا ايميلاتها ان شاء الله. طيب انشطه ومكونات المشروع او الشباب من اجل العمل، يعني انا حاسب يعني استاذ ساميه، وارجو ان حضراتكم تركزوا في العرض ده. انا لسه هرجع، لسه في حاجات ثانيه في ال يعني متعلقه بالمنحه هرجع لها ثاني بعد شويه، بس انا حابب ان ايه يعني الاستاذ ساميه تديكم خلفيه عن المشروع، او انا ممكن اكمل افضل عشان ايه احنا هنعرض النماذج بتاعه كتابه المشروع، والاستاذ ساميه ممكن تدخل تاخد ايه تعرض المكونات المشروع الشباب من اجل عمل، لان ده اللي حضراتكم هتكتبوا فيه الداتا والمعلومات اللي حضراتكم عايزينها عشان تكتبوا هي اللي هتعرضه الاستاذ ساميه بعد شويه. تمام. فخليني انا بس اكمل الجزء اللي عندي، معايير ومؤشرات التقييم. يا ترى المقترحات اللي هتجيلنا ايه هي المعايير والمؤشرات اللي احنا هنقيم عليه؟ يعني قدام حضراتكم اول مؤشرات احنا هنقيم عليها هي المحور الاولاني هو القدره التشغيليه. هل لدى الجمعيه المتقدمه بمقترح عندها قدره تشغيليه تسمح انها تقدر تنفذ هذا المشروع ولا لا؟ وهنا احنا حاطين يعني ست مؤشرات قدام حضراتكم، وفي كراسة الشروط محطوط الاوزان النسبيه لكل منهم. اول حاجه هي خبرات العمل مع الشباب. هل الجمعيه اشتغلت قبل كده مع الشباب؟ طيب واذا اشتغلت ايه هو اللي يؤكد انها اشتغلت؟ هل هي عندها قواعد بيانات للشباب في القريه او في المركز اللي هي تشتغل فيه وبالتالي هي هتدينا نسخه من ده؟ هل هي عندها مبادرات أو سابقة خبرة مشاريع عملتها قبل كده وبالتالي هتدينا يعني توثيق لده أو صور من الاتفاقيات اللي هي عملتها في شغلها مع الشباب؟
المؤشر الثاني وهو خبرات العمل في مجال التمكين الاقتصادي. وبالتالي برضه احنا عايزين حاجه تعضد ده وتؤكده، زي اتفاقات شراكه سابقه مثلا، بروتوكولات تعاون مع جهات اشتغلت في، يعني بروتوكولات تعاون مع جهه انها عملت في مجال التمكين الاقتصادي، الشراكه مع جهات محليه حكوميه وغير حكوميه، ودي بروتوكولات تعاون، اتفاقيات شراكه، سمعه المنظمه وانتشارها. واحنا هنا في سمعه المنظمه وانتشارها احنا بنقول محتاجين ثلاث خطابات تزكيه، واحد من جهه، سواء كانت من جهات او اشخاص يا جماعه، بس هذه الجهه او الاشخاص يمثلوا حكوميه غير حكوميه محليه غير حكوميه دوليه. طيب يعني ايه حكوميه؟ يعني الناس اللي اشتغلت مع الصحه مثلا، اشتغلت مع الشباب والرياضه، كويس، فتاخد جواب من هذه الجهه او من شخص جوه هذه الجهه، كويس، يعني بيزكي. طيب غير حكوميه محليه، يعني ممكن تكون عندها بروتوكولات تعاون او شراكات مع جمعيات اهليه، كويس، فالجمعيات الاهليه تعتبر ايه؟ جهات حكوميه، جهات محليه غير حكوميه. طبعا غير حكوميه دوليه ان يكون عندها شراكات مع هيئات دوليه قبل كده، وبالتالي على كل حاجه من الحاجات دي يعني درجه واحده، اللي هو سمعه المنظمه، يعني الثلاث خطابات كل خطاب ليه درجه. قائمه بالعاملين الدائمين وسنوات خبرتهم. واخيرا، هل لدى الجمعيه القدره على اداره المنحه والميزانيه؟ طيب ايه اللي يعني ايه اللي بيقول ان الجمعيه عندها القدره دي؟ ان تكون عندها منح سابقه مع هيئات دوليه مثلا، فبتدينا ما يفيد هذا الكلام. طيب اي جمعيه في هذا المحور لم تتجاوز ال 12 درجه، خدت اقل من 12 درجه، مش هتكمل معانا، هتبقى تم استبعاد. فلازم المحور ده بالذات او الـ القدره التشغيليه تتجاوز ال 12 درجه من الايه؟ من الاشياء. تمام؟ طيب المعيار الثاني وهو اهميه المقترح. اهميه المقترح، احنا عايزين من حضراتكم البيانات الديموغرافيه. اللي هي ايه بقى البيانات الديموغرافيه؟ احنا هنشتغل مع مين؟ هنشتغل مع الشباب. واحنا هنشتغل في الفئه العمريه من 15 ل 24 سنه. البيانات الديموغرافيه هنا بنتكلم على احصائيات محدثه حوالين الشباب في المركز او القريه المستهدفه، وتكون حاجه حديثه وفيها تفاصيل. والمقصود بالتفاصيل هنا يعني التصنيف، يعني مثلا الذكور والاناث، نسب الناس المتسربه من التعليم في المجموعات دي، الاميين، وهكذا. يعني قائمة بالمشكلات والتحديات. إيه هي أهم المشكلات والتحديات اللي موجودة في المجتمع ذات الصلة بالمقترح؟ ذات الصلة بالمقترح، يعني إيه ذات الصلة بالمقترح؟ يعني إحنا بنتكلم وهنشرح تاني دلوقتي الشباب من أجل عام، إحنا بنستهدف مين؟ بنستهدف الشباب. وبنستهدفهم في إيه؟ في مشاريع تمكين اقتصادي. يبقى بالتالي أنا ما يعنيني ما له علاقة بالتمكين الاقتصادي. فلو حد بيجيب لي قائمة بمشكلات وتحديات ليها علاقة بالصحة مثلا، ليها علاقة بالبيئة، ملهاش علاقة بالمقترح. قائمة باحتياجات الشباب. الشباب اللي موجود عندي دول اللي احنا المفروض هنشتغل عليه، عايزين قائمة باحتياجاته مصنفة ومحددة وواضحة وموثقة. طيب سؤال، هو يعني هل في احتياجات الشباب هنكتفي بس بالجزء بتاع التمكين الاقتصادي؟ لا، في احتياجات الشباب مفتوح، كويس. ثم رقم أربعة هي قائمة الموارد المحلية والفرص. إيه هي الموارد المحلية والفرص المتاحة في المجتمع؟ لو أنا بشتغل على التمكين الاقتصادي، هل في يعني موارد طبيعية موجودة في المركز ده ممكن نشتغل عليها تكون سبب رئيسي للتمكين الاقتصادي للشباب؟ على سبيل المثال ممكن يكون ساحة سليم عندهم الرمان مثلا فأبنوب ممكن يكون الريحان، وهكذا. ده مورد من الموارد الطبيعية أو الموارد المحلية المتاحة. ممكن تكون في فرص إحنا ما شفناهاش، ممكن يكون
يعني فرص واعده حضراتكم ادرى بيها مننا، ممكن يكون في المنطقه الصناعيه اللي موجوده في عرب العوامر او المنطقه الصناعيه اللي موجوده في ساحل سنين مثلا، في صناعات موجوده بس محتاجه حاجه تكمليه ليها، يعني الوحدات الانشائيه اللي احنا بنتكلم عليها وهتتم انشاء تكون وحدات محتاجه صناعات مغذيه مثلا، فتكون دي فرصه. بعد كده مدى الاستجابه لازمه كورونا، احنا بنتكلم على تدريب للشباب ونتكلم على تمكين اقتصادي وبنتكلم على ان كورونا والازمه اللي احنا عايشين فيها افرزت نيد احتياجات وافرزت مشكلات يعني وافرزت فرص ممكن يتم استغلالها واستثمارها، فهل في فرص ممكن نتكلم عليها؟ طيب بعد كده المعيار اللي بعد كده وهو جوده المقترح، هل الانشطه المقترحه مكتوبه في ضوء الانشطه الرئيسيه للمشروع ولا لا؟ وعشان كده استاذه ساميه هتعرض يعني البرنامج الشباب من اجل العمل او المنهج بتاعه واليه تنفيذه، لان ده هو الانشطه المقترحه اللي حضراتكم هتكتبوا منها. هل تم شرح وسرد الانشطه بشكل جيد؟ وهل هي متماشيه ومكمله لبعضها البعض؟ وهل حضراتكم خدتوا في الاعتبار تاثير فيروس كورونا على تلك الانشطه؟ وحاطين استراتيجيات لو قدر الله الدنيا استمرت ايه ممكن ننفذ الانشطه دي ازاي؟ هل خطه العمل واضحه وقابله للتنفيذ؟ وفي سيناريوهات بديله في حاله استمرار وجود فيروس كورونا؟ هل المقترح واضح ومناسب للفئه العمريه للمشروع؟ وهل به افكار ابداعيه؟ وحته الافكار الابداعيه دي احنا لسه جايين، هل في امكانيه لاستدامه والنتائج المتوقعه للمشروع ولا لا؟ هل آلية التنفيذ مشروعة بوضوح وبها مرونة تتناسب وتغيرات الوضع حسب تأثير فيروس كورونا؟ طيب طبعا احنا هنا عندنا معايير ومؤشرات التقييم، اخيرا الميزانية وفعالية الايه تكاليف المقترح. وطبعا حضراتكم مش جديد عليكم، مهم ان يكون الأنشطة بتعكس الأنشطة ليها بنود صرف في الميزانية واضحة، إن التكلفة يعني تكاليف الدعم وتكاليف الأنشطة مرضية، إن ما نكونش في حاجات يعني إحنا مزودين فيها أو أنشطة محطوطة ومحطوط لها ميزانيات خارج الأهداف العامة للمشروع. طيب إحنا هنقيم أو إيه هي المراحل الرئيسية، مراحل تقييم المقترح. أول مرحلة إحنا هنعملها بعد ما بنستلم من حضراتكم المقترحات، المظروف الفني يعني المظروف المغلق اللي إحنا اتكلمنا عليه، هنراجع استيفاء المقترح والجمعية للشروط الأساسية والإجراءات الإدارية. المظروف جاي مغلق، الجمعية مقرر عملها في المركز المستهدف، إن التقرير المالي الاجتماعي مرفق، كل شويه الحاجات اللي احنا قلنا عليها، في نسخه الكترونيه من المقترح، مستخدمين النماذج بتاعه النماذج اللي احنا حاطينها في كراسي الشروط. اي جمعيه هيبقى عندها اي حاجه بدولة مش يعني ناقصه او مش مستكمله يعني هنستبعدها، الا اذا بعض الحاجات البسيطه اللي يعني قد نطلب منها استكمال في خلال ايه يعني في خلال مده معينه. المرحلة الثانية هي مرحلة تقييم المقترح الفني والموازنة. طيب الناس اللي هتعدي مرحلة التقييم الفني والموازنة لازم تتجاوز ال 60%. لو ما تجاوزتش ال 60% خلاص هتبقى استبعدت. تجاوزت في اجمالي المقترح الفني والموازنة 60% هنيجي المرحلة الثالثة وهي الزيارات الميدانية. فريق العمل هينزل يعمل زيارة ميدانية لكل جمعية تجاوزت ال 60% ونعمل لها تقييم مؤسسي. طبعا المرحلة اللي بعد كده ترتيب الجمعيات وإعلان الفائزين. دول الأربع مراحل. برضه أنا عايز أقول حاجة عشان برضه تكون واضحة كويس. إحنا يعني ممكن هنفتح المقترحات مش هناخد المراكز كلها مره واحده،
يعني احنا هنبدا بفتح مركز مركز، وهتكون البدايه من ساحل سليم، البدايه من ساحل سليم كويس. وبالتالي يعني قد يكون انه ساحل سليم المقترحات بتاعته لو هي وصلت لثلاثة او أربعة جيده هكمل من المراكز الثانيه. طيب ايه هي اسباب الاستبعاد او رفض الطلب؟ هل في اسباب للاستبعاد او رفض الطلب؟ اه في مجموعه من الاسباب هنقولها كده ايه مع بعض. اول سبب عدم انطباق بند او اكثر من الشروط الاساسيه على المتقدم. يعني مثلا مقر الجمعيه مش ابنوب وهو بجد مشتغل في ابنوب، كويس، ده من الشروط الاساسيه. حاجه تاني انه ما فيش تقرير مال اجتماعي محدث من التضامن الاجتماعي، برضه ده ايه، ده يعني شرط من الشروط الاساسيه، وبالتالي عدم انطباق بند او اكثر من الشروط الاساسيه هتتبعت فيه ايه الطلب. الثاني ان الجمعيه ما التزمتش بالنماذج المرفقه بكراسه الشروط، جابت نماذج من عندها. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل برضه الجمعيه هيتم استبعادها. حصول الجمعيه في جزء القدره التشغيليه على اقل من 12 درجه، مش هنكمل وهيبقى برضه تم استبعاد الجمعيه وتم رفض الطلب بتاعها. حصول الجمعيه على اقل من 60 درجه في جميع اجزاء المقترح. كل جمعيه هتحصل على 60 درجه فاكثر هيتم زيارتها لعمل تقييم مؤسسي لها. قدام حضراتكم جدول، الجدول ده بيبين يعني الايه الفتره الزمنيه. احنا يعني الجدول الزمني قدامنا كده في جلسه لتقديم المعلومات، الجلسه دي هتكون 16 يونيو اللي هي النهارده، احنا مع حضراتكم بنعمل سيشن بنقدم فيه معلومات وتفصيلات وهنرد على بعض استفساراتكم النهارده. الموعد النهائي لطلب اي توضيحات او استفسارات هيكون لغايه يوم 9 يوليو الساعه 3 الساعه 5 سوري. الموعد النهائي لتقديم الطلبات الكامله اخر موعد، انا اسف، هو 24 يوليو مش 23 يوليو، 24 يوليو الموعد النهائي لتقديم الطلبات الكامله، 24 يوليو مش 23 يوليو، الساعه 3 العصر الموعد النهائي لتقديم الطلبات كامله يوم 24 يوليو الساعه 3 العصر. معلومات للمتقدمين بشان الفحص الاداري يوم 3 يوليو، يعني بعد ما هنخلص الجزء الاداري والفحص الاداري لو عندنا جمعيات تم استبعادها في الجزء بتاع الفحص الاداري عشان في حاجات ناقصه او غيره هيتبعت لها جوابات رسميه يوم 30 يوليو. تقديم الطلبات الكامله، تقييم الطلبات الكامله هيبقى من 1 ل 15 اغسطس، طبعا احنا كله ده 2020 يعني. وفي خلال الفترة دي هنبدأ نقيم المقترحات اللي تجاوزت مرحلة الفحص الإداري. من 15 ل 31 أغسطس هنبدأ نخطر الناس يعني اللي تم قبوله يعني في تقييم الطلبات الكاملة من عدمه، وهيبقى في خلالها الزيارات الميدانية اللي هنعمل بيها البناء المؤسسي. ومتوقع إن شاء الله باذن الله الدنيا مشيت بخير والدنيا عندنا ان شاء الله باذن الله يا رب ما تتطورش والامور تستقر، اني متوقع في 1 سبتمبر هيتم توقيع العقود واعلان الناس الفايزين ان شاء الله بالمنحه. طيب احنا حاطين اليتين للمساءله، واحد فيهم البريد الالكتروني اللي قدام حضراتكم، والبريد الالكتروني احنا هنتلقى عليه قلنا الاستفسارات والاستيضاحات من حضراتكم حوالين كراسه الشروط او المنحه، وقلنا دي الوسيله الوحيده اللي احنا هنرد بيها. وكمان لو حد عنده اي مشكله
او تظلم او شكوى برضه هيكون من خلال البريد الالكتروني للجمعيه. وهيبقى في خط ساخن، الخط الساخن ده يعني هيبدا يكون فعال وشغال مع حضراتكم اعتبارا من يعني نهايه الشهر باذن الله عز وجل، هيبقى ده متاح لحضراتكم يعني استخدامه في الابلاغ عن اي شكوى او مشكله، بالاضافه طبعا الى صندوق الشكاوي اللي موجود بجمعيه عطاء بلا حدود. يعني انا شبه كده خلصت البرزنتيشن اللي عندي. يعني انا قدامنا دلوقتي سيناريو من اثنين. السيناريو الاول اني نبدا نرد على الاستفسارات اللي للجزء اللي عدى ده والاستضاحات، ثم ناخد الجزء بتاع الاستاذه ساميه ونعرض النماذج بتاع اللي هو بتاع يوسن اكشن والنماذج الماليه والفنيه، او نبدا نخلي الاستاذه ساميه تعرض اليوسن اكشن والنماذج، وفي الاخر ابقى نجمع الاسئله كلها مع بعض. عند حضراتكم مطلق الحريه تختاروا ايه. طيب هنعرض 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 وحضراتكم تكملوا، يعني في الاخر ناخد الاسئله مجمعه. السلام عليكم. مع حضراتكم سامية هاشم، مدير المشروع في جمعية عطاء بلا حدود. يمكن زي ما ذكر الأستاذ نصر إن مشروع دعم منظمات المجتمع المدني ده مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، بتنفذه جمعية عطاء بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة، وهو استمرار لأنشطة مشروع شباب من أجل العمل اللي نفذته قبل كده الجمعية لمدة 3 سنين. إحنا مشروع هيشتغل في 5 قرى في محافظة أسيوط ب3 مراكز، وارد ان 5 قرى يكون مركز واحد بمركزين او ب3 مراكز حسب تقييم الجمعيات. المستهدف من العدد عندنا 1500 شاب وفتاه من الشباب المهمشين اللي هم متسربين من التعليم، المعرضين للتسرب، من ذوي الاعاقه، وبنستهدف في المشروع السن من 15 ل 24. المستهدف لكل جمعيه 300 شاب وفتاه. ال 300 متقسمين على 3 افواج، مدة الفوج الواحد من 7 ل 8 شهور. الأفواج هتتم 4، بمعنى إن إحنا هناخد 300 شاب في الفوج الأولاني، 100 شاب في الفوج الأولاني لكل جمعية. بعد ما نخلص الفوج الأولاني لمدة حوالي 7 شهور أو من 7 ل 8 شهور بنكمل الفوج الثاني، وهكذا الفوج الثالث. لو حسبنا المدة هنلاقي أقصى مدة زي ما ذكرنا قبل كده في العرض اللي قبل كده حوالي 22 شهر. مراحل المشروع، احنا مشروع بيمر ب3 مراحل، مرحله الاختيار، مرحله التعلم، ومرحله المسارات. مرحله الاعداد ومرحله الاختيار هي اللي بيتم فيها اختيار فريق العمل من المتابعين والميسرين، واحنا المفروض كل جمعيه عندها حوالي عندها 4 فصول في كل فوق. ال4 فصول بيبقى مستهدف فيهم 8 ميسرين ومتابع واحد. في الفتره دي بيتم عمل حصر للشباب من سن 15 ل 18، وبيتعمل لقاء تعريفي للشباب ولاولياء الامور من 15 ل 24. بيتم عمل لقاء تعريفي للشباب واولياء الامور، بيتشرح لهم تفاصيل المشروع بالظبط والانشطه والمنحه بتاعه المشروع والمشروعات المتاحه والمشروعات اللي هي مستبعده بالنسبه للشباب، يعني كل تفاصيل المشروع والانشطه اللي بتتم خلال ال7 أو 8 شهور. بعد كده بيتم مجموعه اختبارات الولاد بنسميها السلكشن، اللي بيتم عن طريقهم اختيار الشباب، ولما بقول الشباب هو مقصود بيه البنات او الاولاد اللي هم مناسبين للمشروع. في مجموعه اختبارات بيتم من خلال الاختبارات دي بنتقي افضل مجموعه للشباب اللي ممكن يشاركوا في المشروع.
بيتعمل قاعده بيانات بيهم وبيتقسموا مجموعات وبيبقى في اكثر من معيار للتقسيم عندنا. ممكن بنعمل على فئتين من 15 ل 18 ومن 18 او من 19 ل 24. في معيار ثاني بقسم على حسب المستوى درجه جاده القرايه والكتابه، والمستوى الثالث بقسم على حسب اولاد او بنات. في مرحله الاعداد دي بيكون المفروض الجمعيه مرشحه لي الاماكن اللي هيتم فيها مراكز التعلم. الاماكن دي بيتم عمل ليها صيانه، والصيانه بتشمل جزء خاص بالذوي الاعاقه. كمان بيتم في الفتره دي الانتهاء من الاجراءات الخاصه بالشراء الاساس. واللي بقصده الاساس، الاساس الخاص بالفصول، لان احنا عندنا مراكز التعلم بيتم في الفصول الفصل مساحته ما بتقلش عن 25 متر وبيبقى مجهز باساس. المرحله الثانيه مرحله التعلم اللي بيتم فيها تدريب الميسرين والمدربين اللي تم اختيارهم، والتدريب بيتم عن طريق جمعيه اعضاء بالشراكه مع هيئه انقاذ الطفوله، وبعدين بيتم تطبيق المنهج الرئيسي في المشروع وهو منهج نتعلم للحياه. المنهج ده بيبقى شامل 5 محاور: المقدمه نفسي وعائلتي ومجتمعي ومساراتي، في حوالي 45 جلسه. المنهج ده بيتم تنفيذه على مدار 4 شهور، احنا بنشتغل 4 ايام في الاسبوع، الجلسه بتبقى 3 ساعات. المحاور دي شامله او ليها اكثر من هدف، بيتعلم الشاب فيها، الشاب او الولد بيتعلم فيها ازاي يتعرف على المشروع والانشطه المشروع، ازاي يتعرف على نفسه ونقاط القوه اللي عنده، ازاي يحول نقاط القوه اللي عنده نقاط الضعف اللي عنده لنقاط قوه، ازاي يستثمر نقاط القوه الموجوده عند الاخرين، ازاي بيتعرف على العيله وشجره العيله اللي عنده ومصادر الدعم في العيله، بيتعرف على المؤسسات الموجوده في المجتمع سواء مؤسسات حكوميه او مؤسسات غير حكوميه والخدمات اللي بتقدمها المؤسسات، وبعدين بيتعرف ازاي يعمل الادخار وخطه الادخار. في المحور الاخير المحور المساراتي بندخل على تهيئته عشان يبتدي يأهل نفسه ان هو يعمل مشروع صغير، يبقى بيعرف ازاي يعمل ميزانيه مشروع، ازاي يولد فكره، يختار فكره لفكره مشروع يكون المجتمع محتاجه والسوق محتاجه، ازاي يعمل دراسه سوق. ويقدم فكره مشروع، بيبتدي يتعلم يعمل دراسه الجدوى، من خلال دراسه الجدوى بتمر باكثر من مرحله للتقييم ليها، لجنه فنيه ولجنه ماليه، بيبتدي يتعرض على لجنه تقيم دراسه الجدوى وتقيم فكره المشروع بتاعه، اذا تم اجتيازه للجنه بيبتدي يدخل على مرحله استيفاء الاوراق الماليه لتسلم المنحه او القرض. خلال المنهج ده اللي هو خلال 4 شهور في مجموعه انشطه رئيسيه موجوده في المنهج، زي مثلا لقاء الطبيب. ده لقاء الطبيب بجلسه احدى الجلسات الموجوده في المنهج، وفيها بيتم استضافه طبيب للفتيان وطبيبه للبنات، وبيتكلموا فيها عن بعض الامراض المنتشره في القريه، عن بعض الموضوعات اللي تخص الشباب في السن ده. في جلسه ثانيه تبادل الاقران، ودي بيتم بيها الاستعانه بشباب في نفس المرحله العمريه، شباب ناجحين يكونوا مروا بظروف عمل مشروع ومر بتحديات، وبيبتدي يشرح ازاي يتغلب على التحديات بتاعته، ازاي قدر ينفذ فكره مشروع، ازاي يحول المشروع بتاعه لمشروع ناجح، وازاي يكبره. في من ضمن الجلسات الاساسيه والانشطه حفله العائله، ودي بتبقى في نهايه محور العائله، ودي بيتم فيها تجميع افراد الاسر الخاص بالشباب في الفصل نفسه، يتعرفوا على الفصل ويتعرفوا على مركز التعلم، ايه الانشطه اللي الشباب بيمارسها في مركز التعلم، ايه الحاجات الوسائل اللي هو عملها، وفي نفس الوقت بيبقى في لقاءات دوريه لاولياء الامور اثناء تنفيذ الجلسات. في بعض الانشطه برضو الثانيه الرئيسيه جلسه المحفز او قصه النجاح، وده بيتم فيها الاستعانه بحد من قصص النجاح اللي موجوده في القريه او الموجوده في المركز نفسه، اللي هو شاب قد يكون شاب او شخص مر بظروف صعبه، ابتدى يحول نقاط الضعف اللي عنده نقاط قوه، ابتدى يبقى نموذج قوه، وابتدى يبقى نموذج ناجح ممكن الشباب يحتذي. في بعض انشطه ثانيه بتبقى انشطه مجتمعيه او انشطه ترفيهيه، ممكن بتبقى موجوده داعمه للمنهج،
زي رحلات زي اعياد ميلاد، ودي برضو متاح ليكم ان انتم يبقى في افكار جديده غير اللي اتنفذت. في انشطه ثانيه زي المبادرات المجتمعيه، ودي جلسه من الجلسات الرئيسيه الموجوده في 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 المحور، في محور مجتمعي، ان هو بيساعد الشباب ازاي يصمم فكره مبادره وازاي يوصل للمبادره ممكن ينفذها بامكانيات بسيطه. مرحله المسارات هي المرحله اللي بيتم فيها اختيار المشروعات، بيتم فيها تدريب الشباب على ازاي بدير المشروع بتاعه، بيدير المشروع بتاعه، وبيتم فيها كمان يتعرف على الاجراءات المتابعه اللي خاصه بعد ما هو خلاص هيستلم المنحه او القرض اللي هياخده من المشروع، ازاي بعد كده احنا كجمعيه، الجمعيه القاعديه، ان احنا هنتابعه بعد كده. بيبقى ليه اكثر من اليه في المتابعه، بيبقى في جلسات او حلقات نقاشيه مره او مرتين في الشهر في مركز التعلم، بيبقى في زيارات منزليه من المؤسسه نفسها من طريق المشروع، بيبقى في لقاءات دوريه لمتابعه المشروع. ممكن خلال الفتره دي بيتم الاستعانه بموجهين فنيين او ناس متخصصين في المشروعات الصغيره، بيعمل دعم للشباب نفسهم في النقاط اللي هو واقف فيها، هو مش عارف يسوق. طب ممكن بيطرح افكار عليه للتسويق، طب المشروع بتاعه لو مثلا عنده تربيه دواجن والدواجن من ميت، طب ايه النقاط اللي هو مر بيها ادت لده؟ ده بشكل مبسط الانشطه الرئيسيه اللي موجوده في المحل. في المنحة. شكرا لكم. بهذا الشكل طبعا احنا يعني خلصنا عرض سريع للبرنامج والانشطه اللي حضراتكم يفترض ان احنا ايه يعني ان شاء الله هتكتبوا فيه. هلخص سريعا بس اللي جالكم في الشاشه تاني عشان ايه يعني لو حد من حضراتكم حابب يعني يسجل. احنا كل فصل من الفصول كل جمعيه هيبقى عندها مستهدفه 300 شاب، ولما بنقول شاب ما بنقصدش بيها الذكور، الشباب هنا بنقصد فيه الجنسين يعني كويس، فدي رقم واحد. طيب احنا بنتكلم على 300، ده التارجت بتاع كل جمعيه. كمان احنا بنتكلم ان الصوت واضح يا جماعه؟ الصوت واضح؟ واضح يا استاذ مصر، بس في ناس فاتحه المايك. طيب يعني هلخص تاني بعد اذن حضراتكم، بس نقفل المايكات لو سمحت. هلخص مره ثانيه، بنتكلم على ان كل جمعيه هيبقى عندها مستهدف 300 من الشباب، والشباب نقصد بيهم ذكور واناث من سن 15 ل 24 واحد، يعني بمعدل ثلاث افواج، الفوق في 100 ايه؟ في 100 دارس. ال 100 دارس دول مقسمين على اربع فصول. لو سمحتوا في حد فتح المايك وبيتكلم في التليفون وعنده صدى صوت جامد، فيا ريت يقفل المايك. يا جماعه بعد اذنكم بس عشان الصوت يوصل، لان احنا بنستخدم تكنولوجيا يعني مع شبكات نت ضعيفه وعدد كبير، فعشان بس نستفيد الاستفاده القصوى من هذا اللقاء يعني. طيب يبقى كل فوج هيبقى يعني في 100 دارس، ال 100 دارس دول المفروض هيبقوا متوزعين على كام فصل؟ متوزعين على اربع فصول، الفصل فيه 25 دارس. هيبقى مين بيدير ده؟ لكل فصل فيه اثنين ميسرات، يعني احنا بنتكلم اربع فصول في اثنين، يبقى احنا عندنا ثمان ميسرات موجودين داخل الجمعيه، بالاضافه الى ماستر ترينر مدرب اساسي، ده اللي هيبقى موجود داخل الجمعيه. طيب شكل المنهج ايه؟ جماعة انا هضطر اكتب. طيب اعمل ايه؟ اتابع طب الناس اللي فاتحه المايكات يعني عشان بس الصوت يوصل للكل لو سمحت. معلش يا استاذ نصر، بس استاذ نصر معلش انا اسف، بس نقطه الميسرات والمدربين، الميسرات والمدربين 8 ميسرات، وهيبقى كم مدرب؟
هو مدرب واحد مدرب اساسي كويس يعني مدرب اساسي وثمن ويسر كويس انا بلخص وهنيجي نفتح الاسئله دلوقتي طيب الفصل هيبقى مدته الفصل الواحد هيبقى فيه منهج للتعلم مدته 4 شهور وده هيتم تدريب الميسرات والماستر ترينر اللي موجود في كل جمعية على المنهج اللي هيتم استخدامه. 2 المسارات وفي المسارات الولاد المشاركين في البرنامج بيتعلموا ازاي يعملوا يختاروا المشروع بتاعهم وهيعملوا دراسة جدوى مبسطة للمشروع وهيبقى فيه يعني منحة أو قرض لسه هنتناقش ده بعدين يعني لتنفيذ المشروع بتاعه بالإضافة لقصة الوحدات الإنتاجية اللي هم الولاد هيشتغلوا فيها كمان وهيبقى فيه متابعة للولاد دولة من حضراتكم من الجمعية من الميسرين والمدرب الرئيسي لفترة حوالي إيه؟ حوالي شهرين بالإضافة لبعض الأنشطة المجتمعية للأستاذة سامية ذكرتها اللي مش شرط هتتعمل كلها ولكن هنتفق لاحقاً مع الجمعيات اللي هيتم اختيارها على بعض من هذه الأنشطة زي ما هي ذكرت الأستاذة إيه؟ الأستاذة سامية يعني أنا حاولت ألخص سريعاً للإيه؟ للـ يعني الجزء بتاع الشباب لأجل عمل اللي حضراتكم هتكتبوا فيه يعني هو ده المحور يعني ده الموضوع الرئيسي اللي حضراتكم هتكتبوا فيه طيب تدريب الميسرات هتدربوا عطاء بلا حدود القصه بتاعت المنح هتبقى او المنح او القروض ده هتبقى عطاء مع حضراتكم وهنديرها ازاي مع الجمعيات اللي هيتم ايه اللي هيتم فيه. انا كده خلصت يعني النماذج اللي موجوده عندكم سواء كانت الاكسل شيت او الفورمات بتاعت كتابه المقترح النموذجين يعني اعتقد حضراتكم كلكم شفتوهم من خلال كراسه الشروط فلو حد ليه استفسار هرد عليه فيما يخص يعني الكراسه انا هنفتح باب الحوار لو حد حابب ايه يسال تحت امره اتفضلوا بس ممكن رجاء يرفع ايده واحنا هنختار واحد واحد من الناس اللي ايه اللي رفع ايده ابدا الحوار طيب استاذ احمد حامد اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه وبركاته حضرتك انا بس كام سؤال كده سريعا طب احمد معلش هو صدى صوت اخونا احمد انا 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 في صدى صوت يعني انت غالبا فاتحين اكتر موبايل عندك يعني او في حد شغال موبايل الموبايل يعني اعمله ميوت اللي باقي الموبايلات اللي حواليك تمام حضرتك كده سامعني كويس اتفضل اتفضل اول سؤال كان في المنحه مكتوب وصف فصيله الاجراء بالهدف والاولويات ده في الملحق الف حضرتك استاذ نصر فالمقصود بيه انا الهدف الرئيسي بتاع المنحه ان انا بكتب انا هعمل ايه عشان احل الهدف الرئيسي ولا ايه طب ثواني يا احمد انا هفتح معاكم بس الايه يعني افتح كراسه الشروط تمام عشان لما بنعلي بيعمل صدى صوت كده انا عايز اسجلها من عندي ثواني بس هشغل كراسه الشروط بس مع حضرتك يا فندم دي رقم 3 في مباراة المشروع أستاذ نصر رقم 3 صفحة 15 طب ثواني ثواني بس أنا إيه يعني معلش تيك يور تايم يا ريس أيوة معاك أنا رقم 3 مبررات المشروع اتفضل أنا عايز إيه السؤال يا
السؤال يا استاذ نصر هو مكتوب وصف سله الاجراء بالهدف والاولويه للدعوه لتقديم مقترحات. فانا وصف الاجراء اللي هو الحاجه اللي انا هعملها او الخمس انشطه اللي هنفذهم وعلاقتهم بالهدف بتاع المشروع الرئيسي. هل كده صح؟ بص يعني احنا هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان احنا عندنا هدف رئيسي للمشروع، كويس؟ فهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. والاولويه هنا الاولويه للتمكين الاقتصادي للشباب من سن 15 ل 24. فبالتالي لما حد يجي يتكلم على الاحتياجات والمشكلات والاولويات مش هيحط مشكله بيئيه مثلا أولوية بيئيه، لان حتى لو هو اولويه في المجتمع لكنه ليس اولويه لكراسه الشروط. تمام؟ فالاولويه بتاعت كراسه الشروط هي ايه؟ هي التمكين الاقتصادي للشباب، وبالتالي هي دي اولويه رئيسيه والهدف بتاعها ايه؟ واضح يعني. السؤال الثاني يا استاذ نصر، في النشاط الكامل اللي هو تدريب مدرسين، تدريب المشرفين ومعلمي المدارس. لا. نعم؟ معاك، اتفضل. هل احنا يعني استاذه سامية لما اتكلمت يعني ما اتكلمتش على ان احنا هندرب مدرسين او حد في مدارس او التربيه والتعليم هتساعدنا في اختيار الفئه المستهدفه. طيب مقصود ايه تدريب المشرفين ومعلمي المدارس؟ لا انا هدربهم. احنا دلوقتي هرد عليك. بص هو اعطاء بلا حدود هتدرب فريق المياسرين والمدرب الرئيسي اللي موجود في الجمعيه الشريكه معانا في المراكز الايه يعني الخمس جمعيات اللي موجودين. تمام. وان المفروض بعد كده يعني هم المعني والدور الرئيسي للجمعيات الخمسه الشريكه هي اختيار الشباب المستهدف. ثانيه اتكلمت على الآلية وطريقة الاختيار ومعايير الاختيار ومين هم الشباب دول والمفروض يكونوا سن كام لسن كام ويكونوا المتسربين من التعليم والمهمشين والضعفاء والمرشحين للتسرب التعليم، وده بشكل واضح، كويس؟ وإزاي هنختارهم ونوصل لهم إزاي، ده اللي حضرتك تكتب فيه. الحاجة الثانية اللي هو تدريب الشباب على حزمة التدريب اللي هي التعليم مشرفين ومدرسين، تدريب المشرفين والمدرسين من التربيه والتعليم. استاذ نصر معايا حضرتك؟ فصل تاني المايك عنده. هو فهم صار غلط يا احمد. استاذ نصر؟ استاذ نصر؟ استاذ نصر؟ ايوه هو الصوت فصل معلش. اتفضل يا فندم. هو معذره هو بس الدنيا فصلت ورجعت تاني. كده رجع الصوت استاذ. هو هنا في صفحه رقم 5 في مصر. انا بقول لك يعني لا بس اكمل لك دول، معلش اكمل ده عشان انا ما خلصتهاش، كويس؟ اتفضل. يعني انت كمان هيبقى عندك الجزء بتاع يعني الجزء بتاع تدريب الشباب على تشغيل وحدات الانتاج وتشغيل الوحده الانتاج وتدريب خمس مشرفين. لا دي مش هتكتب فيها الجمعيات خالص دلوقتي، مش مسارها ولا نقطه حضراتكم هتكتبوا فيها خالص، دي لسه ما بعد الجمعيات اللي ان شاء الله باذن الله عز وجل هيكون لها نصيب معانا، هيبقى دول جزء من الاجزاء اللي هتعملوا عطاء بلا حدود مع الجمعيات الشريكه، وهنشوف هنعمله ازاي وهنفهم. يعني افهم من كده حضرتك ان احنا نشتغل على او الانشطه اللي هتبقى موجوده اختيار الشباب المستهدف وتدريبهم على حزمة التدريبات التعلم من اجل حياة النشاطين دول بس كده صح؟ استاذ نصر ممكن اوضح حاجه لو امكن؟ اتفضلي يا استاذ ولاء. السلام عليكم، ولاء سويفي منسقه مسؤول مشروع الاي يو سيف ذا تشيلدرن. بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك
في الجزء بتاع المعلمين، زي ما أستاذ نصر وضح لحضرتك إن الجزء الأساسي اللي حضرتك اللي أنتوا هتكتبوا فيه الجزء بتاع الميسرين، وإن هم هيتم تدريبهم من قبل جمعية عطاء بلا حدود علشان هم يبتدوا ينفذوا المنهج. الجزء الخاص بال 25 معلم من جوه المدارس ده خاص بالجزء ده، يعني ده طبعا حاجة عند برضو عطاء بلا حدود مش هنكتب فيها، ولكن علشان بس حضرتك برضو تبقى عارف هما دول بيبقوا ليه موجودين، علشان احنا بنستهدف الأطفال أو الشباب والفتيات المهمشين، اللي من ضمن تعريف كلمة مهمشين من وجهة نظر المشروع ان هما العرضة للتسرب من التعليم او متسربين بالفعل. فاحنا هنقدر نعمل نوصل للولاد دول ازاي؟ عن طريق مشرفين المدارس والمعلمين جوه المدارس. فاحنا بنعمل زي awareness sessions او جلسات توعية للمعلمين علشان نفهمهم ازاي يقدروا يعززوا ويمكنوا الشباب، وازاي يخلوهم يعني ازاي احنا هنزيد الوعي بتاعهم بمشرفين المدارس ان هم ازاي يايدنتيفاي او يعني يتعرفوا على الشباب والاطفال والفتيات اللي هم عرضة للتسرب من التعليم، وبالتالي يعملوا لهم إحالة للمشروع بتاعنا. يعني احنا بندرب المدرسين او بنوعيهم ازاي هم يعرفوا الاطفال المعرضين للتسرب من التعليم، وبالتالي لما نعرف الاطفال دول هم يتم توجيه الاطفال دول من قبل المدرسين والمعلمين. طب ما في مشروع بيدعم الشباب وبيعمل كذا وبيعمل سيشن، ايه رايك تجرب وايه رايك تقدم ايه رايك مش عارفه ايه، فبيتم احالتهم للمشروع. ده دور المعلمين والمدرسين. يا رب اكون فدت حضراتكم، ولو استاذ نصر عنده اي تعقيب يتفضل يعني. طيب استاذ نصر لو تسمح لي حضرتك بس يعني اسال في نفس النقطه، هي في نفس النقطه، انا مش هطلع بره مش هطلع بره بس عشان نقطه، معلش اعذرني حضرتك، ما انا بس اكمل اجابه السؤال وحضرتك، لان انا لسه ما خلصتش الرد على السؤال الاولاني. طيب خلصوا حضرتك اكمل يعني في نفس النقطه اكمل، بس اكمل بس رد عشان ابقى توفيت النقطه دي. طبعا انا ما عنديش اضافه بعد استاذه ولاء، لكن انا يعني احمد كان لسه بيسالني طب وقصه تشغيل الوحدات ويعني دول لا احنا مش هنكتب فيهم، ولكن احنا ك ك ك كهيئه وجمعيه احنا حاطين مؤشرات يعني هنقدر برضه نقيس فيها ونقيم فيها الجمعيه حوالين الحتتين دول. واحنا ايه هي المؤشرات دي اللي احنا حاطينها؟ احنا كاتبين ان احنا عايزين يعني قائمه باحتياجات الشباب كويس، وقائمه بالموارد المحليه والفرص المتاحه، والاثنين دول هيساعدونا بشكل كبير جدا ان احنا واحنا مع الجمعيات اللي هيتم اختيارها وبنحدد ايه هي طبيعه الوحدات الانتاجيه، هيبقى القائمتين دول قائمه احتياجات الشباب المصنفه والمحدده والموثقه والواضحه، وقائمه الموارد المحليه والفرص منوعه ومصنفه ومحدده وموثقه، الاثنين دول هيساعدونا وهيبقى عليهم درجه في تقييم الجمعيات، وكمان هيسمعوا في الايه؟ هيسمعوا في الوحدات الانتاجيه بعد كده. لكن خلاص هم الاولى والثانيه بس اللي هنكتب فيه. قبل احمد اخونا اللي كان عايز يسال اتفضل. هو أنا عايز حضرتك بس انا عندي سؤالين. اول حاجه المشروع بيستهدف من 15 ل 24، والنقطه الخامسه بتاعت المعلمين بتقول ان هم في التعليم الاساسي زي ما حضرتك تعرف ابتدائي واعدادي، تقريبا مرحله اعدادي بتخلص عند سن 14 و15 سنه، فانا ازاي هشتغل على فئه وهجيب معلمين من فئه تانية علشان تحلي اطفال معرضين للتسرب من التعليم وهم اساسا مش شغالين معايا في نفسهم، مفيش نقطه تلاقي بيني وما بينهم، دي واحده. الحاجه الثانيه ازاي انا نشاط اساسي من انشطه المشروع اللي هو المعلمين او تدريب المعلمين ما حطهوش في الموازنه من الاول، ما حطلهوش قيمه ماليه، ما حطلهوش تصور، حتى لو التصور ده هيتكتب بعدين ك ك كتصور او كتنفيذ فني لكن او كرؤيه فنيه، لكن في الاساس وانا شغال على المشروع ملوش قيمه ماليه، طب هنفذه ازاي بعد كده او ازاي هقدر اقدر القيمه الماليه بتاعته؟ شكرا لحضرتك. اعتذر بس استاذ نصر ان انا يعني مخلصتش اسئله، فهل ممكن اكمل دلوقتي؟
لا حاضر هخليك تكمل بس انا معلش هرد عليه على الاستاذ عبد الرحمن. اوكي اتفضل يا استاذ. معلش يا جماعه نستاذن اي حد يدخل ويستفسر عن الاسئله يقول اسم الجمعيه بتاعته ويقدم نفسه. شكرا. انا خليني بس اكد على حاجتين. اولا هو حضرتك سالت يعني سؤال له علاقه بان انا الفئه المستهدفه بتاعتي من 15 ل 24 وبالتالي احنا بنتكلم هنا على ان احنا هندرب مشرفين ومعلمي المدارس وانه دول تعليم اساسي. احنا هنا لما بنتكلم على تدريب مشرفين ومعلمي المدارس احنا بندرب دول مش عشان المدارس، احنا بندرب دول عشان احنا بنعتبر ان المدرسين اللي موجودين في مدارس التعليم الاساسي هو يعني احد القيادات المجتمعيه اللي موجوده في المجتمع، وان دول مصدر ثقه للمجتمعات اللي موجوده فيهم، وبالتالي مش بالضروره ان احنا بندرب دول عشان انا بستهدف الاولاد اللي جوه المدارس، لان انا مش هقدر استهدف اولاد جوه مدارس، احنا بنتكلم على اولاد متسربين من التعليم ودول النسبه الاكبر بالنسبه لي، كويس؟ وبالتالي انا هنا بدرب المدرسين والمعلمين والمشرفين بصفتهم كوادر مجتمعيه وليس بصفتهم الوظيفيه داخل المدارس. دي واحدة. الثانية حضرتك هتترجم ده داخل الموازنة ازاي؟ احنا بنقول باختصار شديد جدا حضرتك اللي بتقدمه ده ما اسموش ميزانية، هو اسمه موازنة مقترحة، وبالتالي الجمعية اللي هيكون يقع عليها الاختيار هيبقى لسه هنحول الموازنة المقترحة يعني هنعدل فيها وهنصيغ فيها وهنعيد ترتيبها وهنعيد أولوياتها بالنقاش مع الجمعيات اللي هنوصل فيها للنهاية، وبالتالي هنحولها من موازنة إلى إيه؟ إلى ميزانية. بس ده باختصار أستاذ عبد الرحمن. أتمنى بس تكون الدنيا واضحة بالنسبة لحضرتك. تمام حضرتك. اتفضل أستاذ أحمد. يعني أفهم من كده أستاذ نصر إن وحدات الإنتاج اللي هيتم إنشائها هنحطها في البادجت توتال لغاية لما نعمل أو الأطفال هي اللي تختار الوحدات. لا يا جماعه بصوا عشان نكون واضحين، ليه انتوا مش هتكتبوا فيها؟ اولا الوحدات الانتاجيه ميزانيتها مش موجوده ضمن ال 661500 اللي موجوده لكل جمعيه، ميزانيتها موجوده داخل العطاء بلا حدود، وهيتم الصرف على تاسيس هذه الوحدات من خلال عطاء بلا حدود، وهيكون ده من خلال الشراكه ما بين هيئه انقاذ الطفوله، جمعية عطاء بلا حدود، والجمعيات الشريكة الخمسة. بعد دراسة ميدانية هيتم عملها استشاري هيحدد ايه هي الفرص المتاحة في كل يعني في كل مركز او في كل قرية من القرى اللي احنا هنستهدفها، بالاضافة الى اللي حضراتكم هتكتبوه من الفرص المتاحة والتنوع. يعني رجاء يعني نقفل الكاميرات لو سمحتوا والصوت بعد اذنكم عشان بس الصوت يوصل. تمام استاذ احمد. فبالتالي حضرتك مش ايه يعني مش منوط هتحطوا ده في الميزانيه ولا هتحطوها بالك ولا هي موجوده في ميزانيات حضراتكم، وعشان كده احنا قلنا مش هتكتبوا فيها لان الوحدات الانتاجيه لم يتم تحديد ايه هي الوحدات الانتاجيه، هتعمل ايه الوحدات الانتاجيه دي لسه مرحله قادمه بعد الاستشاري وبعد اختيار الجمعيات وبعد دراسه الايه المجتمعات اللي احنا بنشتغل. تمام. حاجه كمان استاذ نصر معلش، المنح والقروض اللي ذكرتها استاذه ساميه، هل من مبلغ المنحه دلوقتي ولا ممكن ولا ده من الجمعيه ولا ايه؟ من محفظه القروض عندكم يا استاذ. تمام جدا. لا بص اقول لك حاجه، لا 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 ثواني بس، لا يعني بص يا جماعه، لا هيبقى في بعض المنح هتبقى موجوده في ميزانيه عطاء بلا حدود لعدد من المتميزين في كل جمعيه من الجمعيات الخمسه الشريكه، كويس؟ وقصه القروض دي برضه لسه دي هنشوف هنعملها ازاي مع الجمعيات اللي هتم اختيارها، لكن حضرتك مش هتخصص اي بند حضرتك او الجمعيات يعني اللي بتسمعنا دلوقتي ما فيش اي بند في 661500 مبلغ منحه لكل جمعيه، ما فيش بند اسمه منح واخد، ده عندنا احنا في عطاء. اخر سؤال بس مالي يا استاذ نصر؟ اخر سؤال بس في الموازنه، اخر سؤال في الموازنه، انا عندي سؤالين في الموازنه. التوزيع بتاعت الموازنه مذكور في الموازنه
اني موجود الفريق الاداري وفريق العمليات والموظفين المدنيين والفريق الفني. معاك اتفضل. يعني الفريق الاداري معروف، فريق العمليات هل مقصود به طاقم المؤثرين والموظفين الميدانيون اللي هم مين، والفريق الفني، ولا هي محطوطه كمثال واحنا بنحط الفريق اللي عندنا؟ لا بص بص يا ابو حميد، بص يا احمد، احنا هنعمل ازاي في القصه دي كلها؟ احنا هو هنوزع الليله عندنا لجزئين. الهيكل الوظيفي اللي واضح لكل جمعيه هي عباره عن ماستر ترينر وثمان ميسرات. ماستر ترينر وثمان ميسرات، كويس؟ طيب دول هيتحطوا ضمن الانشطه، دول هيتحطوا ضمن الانشطه الفنيه، كويس؟ طيب لو ان الجمعيات جمعيه هيبقى عندها مبلغ مش كبير عشان المنحه مش كبيره يا جماعه. للفريق الاداري لو ان جمعيه عايزه تحطه لازم هتحط. الصوت واضح يا جماعه؟ واضح يا استاذ، اتفضل. طيب ان الجمعيه هتحط يعني محاسب، ده هيتحط في ايه؟ في الهيكل الوظيفي او الموارد البشريه. الجماعه عايزه تحط مدير تنفيذي، هو هتحط، بس في الاخر يعني عايزه تحط مشرف هتحط، بس في الاخر انا ما عنديش مبالغ كبيره. يعني احنا تقريبا بنتكلم على يعني حوالي 15%. ال 15% دي من اجمالي قيمه المنحه عباره عن ايه؟ عباره عن الموارد البشريه، كويس، والايه والمصروفات التشغيل والانتقالات، كويس. دول هيبقوا موجودين، دول مصروفات غير الميسرات والماستر ترينر. الميسرات والماستر ترينر هيدخلوا جوه ايه؟ جوه تنفيذ الانشطه. وبالتالي حضرتك تسيبك من ايه يعني التشغيلي والعمليات، هم في الاخر في فريق التشغيلي ده هيدخل مع الـ الانشطه الفنيه بتاعه الفصول، والجزء بتاع الـ يعني الموظفين الاخرين هيدخل، خليهم ايه موارد بشريه او خليهم تحت اي عنوان من العنوان الايه التاني. تمام؟ طيب واضحه؟ خلاص هو كده. اخر سؤال يا احمد. في اخر حاجه بس يا استاذ نصر، المرفق مع الاستماره، ملحق اللي هو ملحق طلب الدفعات، الملحق الرابع والملحق الثالث، دول هيبقوا من ضمن اللي هنبعته. لا 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 لا، حضراتكم ملزمين فقط باثنين ملحق، ملحق المقترح الفني والملحق بتاع الاكسل شيت اللي هو الميزانيه فقط، هم دول النماذج اللي حضراتكم ملزمين بيهم. الباقي ده لاحقا ان شاء الله احنا بنشارك حضراتكم ببعض المعلومات اللي هيكون لي نصيب ويكمل معانا ان شاء الله ويكون واحده من الجمعيات الخمسه الشريكه، هيبقى هو لازم يبقى عارف انه دي الاشكال بتاعه الفورمات والنماذج اللي احنا هنستخدمها فيما بعد يعني. معلش طبعا ما تنساش. اتفضل. صفحه زيرو في الملحق 2 مكتوب يتم تضمين نسخه اصليه موقعه من الوثائق 1 و2 و3 و6، دول اللي هم ايه حضرتك؟ 1 و2 و3 و6. طيب بص يا احمد، خلينا بس نكون يعني تعتمدوا بشكل كبير جدا على البرزنتيشن اللي اتعملت من شويه اللي احنا هنشاركها مع حضراتكم. لو حضراتكم بعتوا لنا الايميلات بتاعتكم، احنا اللي محتاجينه نسخ معتمده ومختومه نموذج المقترح اللي هو الف، نموذج بين اللي هو ايه اللي هو الاكسل شيت الموازنه، كويس. دول اثنين من الحاجات المهمين اللي هم هيبقوا معتمدين، بالاضافه الى الحاجات المكمله زي داعمة. زي الدعمه بالظبط، زي لو انت حضرتك بتجيب لي التقرير المالي الاجتماعي بتاع التضامن الاجتماعي ده هيجي مختوم، لو ان حضرتك بتجيب لي اللائحه التضامن الاساسي مثلا، او اني حضرتك بتجيب لي بعض خطابات تزكيه، يعني الحاجات دي مش موجوده في كراسه الشروط ده حضرتك تجيبها، يبقى دول الايه اللي هي برضه هيجي منهم حاجات ايه مختومه. لكن اللي ملزم بيه حضرتك من كراسه الشروط هو النموذجين الفني والمالي. شكرا جدا استاذ نصر.
تمام؟ لا العفو طيب أستاذة إيمان أبو بكر، أستاذة إيمان أبو بكر، طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا استاذ نصر، هو انا كنت محتاجه بس حد يشرح لنا معلش حضرتك تعرفينا، معلش حضرتك تعرفينا باسمك وباسم الجمعيه. لا ما سمعناش كويس، جمعيه الثقافه الاسلاميه بن غالب، حضرتك مركز اصول. وانا كنت عايز اعرف حضرتك، هو الجهاز الاداري في الجمعيه يبقى فيه جزء إداري مدير ومحاسب غير المؤثرات والمدرب، ولا عبارة عن مؤثرات ومدرب فقط والجزء الإداري بدل جمعية عطاء؟ ألو أستاذ ناصر، معلش نستأذن اللي عنده مشكلة في الصوت ان هو يكتب استفساره على الشات بوكس. مساء الخير، وانا ممكن اسأل طيب لغاية ما الناس تكتب؟ الو سمعنا يا جماعه؟ دلوقتي سمعنا. اسال لغايه ما الناس تكتب، طالما في مشكله في الناس عندها في الصوت. نستاذنكم اللي عنده مشكله في الصوت وعنده اي استفسار يطرحه على الشات بوكس يا جماعه، واحنا متابعينكم وهنرد على الاسئله. طب هو الصوت عندي كده مسموع، ممكن اسال على حاجه لغاية ما الناس تكتب؟ مساء الخير، هو انتوا مش سامعين الناس ولا هي مشكلة عندكم؟ اعتقد مشكلة عندكم مش عندنا. هو الصوت حضرتك مسموع بس هو واضح ان المشكلة هناك. هو استاذ نصر لسه راجع الميتنج دلوقتي اهو. طيب ماشي، انا مثلا يعني تاني يعني استاذ عبد الرحمن مع حضرتك استاذ ناصر. اتفضل لو عندك حضرتك سؤال. لا ده انا كنت رافع ده من بدري، ده قديم مش جديد. يعني خلاص الاسئله تمام يا فندم. تمام شكرا. طيب شيخ عطا لسه موجود؟ استاذ محمد علي عوض. طيب احنا عندنا سؤال على الشات بوكس. طيب ينفع انا اسال؟ مين معايا؟ معاك بسنت أسامة من الجمعية المصرية التنمية الشاملة. أهلا وسهلا، اتفضلي يا أستاذ أسامة. أهلا بحضرتك. كنت عايز أسأل بس على فكرة المقر، بس عايز أتأكد من حاجة. حضرتك بتقول المقر الرئيسي اللي هو لازم يبقى في ورقة الإشهار، ولا إن الجمعية لها مقر مثبت في وزارة التضامن الاجتماعي مسجل في اللائحة الداخلية؟ طيب يعني معلش رجاء نقفل الموبايلات. حضرتك لو انا فهمت صح حضرتك تساليني ان الجمعيه لها مقر مثبت التضامن الاجتماعي بصرف النظر المقر ده موجود فين،
ولا ان المقر الرئيسي بتاعها يكون في 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 المركز المستهدف في ساحل سليم او في ابنوب او في الفتح بالظبط؟ يعني لو احنا جمعنا مهم جدا مهم جدا ان يكون الجمعيه المقر الرئيسي بتاعها في واحد اللي موجود في لائحه النظام الاساسي بتاعها موجود في واحد من المراكز اللي احنا مستهدفين، اما ساحل سليم او الفك او ابنوب او بني غالب. تمام. هو لو مثبت في اللائحه تمام، يعني هو لو مثبت في اللائحه الداخليه، لكن يعني احنا مثلا كجمعيه خمس مقرات والخمس مقرات مثبتين في لائحه النظام الاساسي موجودين عندنا في لائحه الداخليه ولائحه النظام الاساسي، لكن في مقر الرئيسي اللي هو المقر المركزي اللي زي ما بيقولوه ده مش موجود في مركز ساحل سليم. فمركز ساحل سليم مقر لو عند حضرتك لو عند حضرتك لو عند حضرتك ما يفيد وجود فرع مثبت في لائحه النظام الاساسي بالظبط مركز من المراكز المستهدفه بالاضافه الى توفر الشروط اللي احنا ذكرناها وفي مواصفات المركز ان يكون المقر ان يكون في اربع قاعات ان يكون ايجار طويل الامد او تمليك، وعشان نقول ايجار طويل الامد لازم نقدم ما يفيد، فمحدش هنروح يجيب لي عقد النهارده يقدمه لي، فلازم يكون عنده عقد قديم مثبت التاريخ. طويل الامد يعني من سنه لثلاث سنين مثلا؟ لا مش انا مش هقدر اقبل ده، ثلاث سنين مش هقدر اقبله لسبب ان انا بتكلم على واحده انتاجيه هيضخ تمام ايوه فيها استثمارات، فبالتالي الاستثمارات دي من ربع المستهدف هنصرف عليها عشان بعد سنه او سنتين هنلم ورقنا ونمشي، المشروع 22 شهر أيوة. فبالتالي انا تمام. على ال 22 شهر وضحت بس واضح. طيب تمام استاذ ناصر السلام عليكم. شكرا لك. في سؤال؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. اتفضل يا شيخ عطاء الله الشيخ عطاء علي فاضل قوم جمعيه قوم المنصوره. انا عندي سؤال كثير. اهلا بحضرتك. السؤال الاولاني، هل الميسرين الذين سوف يتم تدريبهم والعمل معهم من التربيه والتعليم فقط ام سوف يتم الاستعانه بميسرين من الجمعيات؟ لان الجمعيات طبعا عندها الخلفيه وعندها الخبره والحنكه اللي تؤهلها ان هي تدرب. تمام؟ طيب اوكي. النقطه الثانيه حضرتك، لماذا لم يتم تحديد فريق العمل المشرف والمنفذ للمشروع للجمعيات الشريكه؟ تمام كده حضرتك؟ وصلت يا شيخ. ماشي يا باشا. هجاوب على في سؤال ثاني؟ لا كده تمام. في نص الميسرين يا جماعه نعمل بس في فرق ما بين حاجتين. تمام. احنا هندرب خمسة من كل يعني في كل مركز من المشرفين ولا المدرسين في صفوف التعليم الأساسي عشان يساعدونا في بعض الأنشطة المجتمعية. دول عاملين أشبه باللجان المجتمعية شخاط، دول ما لهمش فلوس ما لهمش ميزانية، يعني دول مش هيبقى لهم مرتبات، لكن التبني الاختيار والمدرب الأساسي أو المدرب الرئيسي دول اللي هتعينهم الجمعية او هترشحهم. وطبعا حضرتك عارف الخطوات ان احنا بنكون شركاء في عمليه الاختيار، لان في 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 الميسرات برضه عشان تبقى حضراتكم عارفين بتمشي ازاي. المفروض انه الجمعيه بترشح عدد من الميسرات، لو احنا بنتكلم في 8 مثلا مصدر ترينر واحد يبقوا 9، فالجمعيه ما بترشحش 9، الجمعيه بترشح وليكن 20 25 دول بيحضروا معانا التدريب التدريب، وبعد التدريب من جوه التدريب بيتم فلتره المجموعه دي، لان المؤثره ليها دور في كف المنهج بتاع الشباب من اجل العمل كويس، وبالتالي هم لازم يكونوا مؤهلين لذلك، فاحنا بنختار افضلهم. يعني الجمعيه هترشح عدد اكبر من العدد اللي هتم تعينه، لكن في كل جمعيه في الاخر هتعين 8 ميسرات ومدرب اساسي بالاضافه الى محاسب، يعني هتحط هي محاسب، واذا هتحط حد اما مشرف او مدير تنفيذي لها مطلق الحريه، لو جمعيه مش هتحط ما تحطش، ده كله بيؤخذ بالاعتبار اثناء تكوين المقترحات.
طيب. يعني انا كده اعتقد يمكن يعني مش عارف السؤال الثاني بتاع حضرتك كان ليه ما حددتش هيكل وظيفه، انا رديت عليك. تمام عليك، شكرا مع الباشا. شكرا شكرا استاذ. طيب في عندنا سؤال على الشات. السؤال اتفضلي. السؤال تمام يا مؤثرين. انا غالب مشرف، لا ما حد غالب بس دكتور تنفيذي او مشرف او مشرف. في سؤال، في سؤال من الاستاذ رشوان بيقول التدريب بتاع الوحدات الانتاجيه وتدريب المعلمين لا يتم ادراجه في او تضمينه في الميزانيه بتاعت الجمعيات؟ لا حضراتكم مش هتضمنوا ده في الميزانيه بتاعت الجمعيات. تمام؟ طيب في سؤال بيتكلم تاني عن الجهاز الاداري، وهل الجهاز الاداري هيكون في اعطاء بلا حدود بس؟ واحتاج يا جماعه كل جمعيه عندها الاساسي بتاعي ثمان ميسرات، ثمان ميسرات ومدرب اساسي، ثمان ميسرات ومدرب اساسي بالاضافه الى محاسب، و كل جمعية على حسب ما تتراءى هتحط مشرف، هتحط يعني مدير تنفيذي، واحنا في الاخر لما هنقيم المقترحات فني ومالي هنقدر نحكم على ايه؟ على ده. مع الاخذ في الاعتبار ان الحد الاقصى، الحد الاقصى للمصروفات التشغيل، واحنا هنا بنتكلم اذا كنا بنتكلم في كهرباء، بنتكلم في مية او غيره، في نت، يعني حاجه ليها علاقه بالمشروع يعني كويس، والمحاسب والمشرف او المدير التنفيذي هي الحد الاقصى، يعني 15% من اجمالي البادجت. الميسرات والمدرب الرئيسي هيبقوا جزء من الانشطه، مش هيكل وظيفي، جزء من الانشطه، يعني فلوسهم هتتحط جوه الايه؟ جوه الانشطه. كويس كده؟ ما هو؟ يعني هو انا في سؤال يعني بيتكلم على ما هو اعلان الفحص، انا مش عارف السؤال بس يعني انا مش قادر افهمه، يعني ايه اعلان الفحص؟ انا بدور على العباره دي، يعني هي ممكن تقول لي بس الاستاذه ايمان ابو بكر تقول لي ده صفحه كام؟ اتفضلي يا استاذ. طيب هو في كان نفس السؤال على هيكل وظيفي من جمعيه فرصه، واحنا ردينا عليه يعني انا رديت عليه اكثر من مره، اتمنى ان يكون واضح. يعني في الاستاذه امارات بتتكلم على النسبه الخاصه ب يعني النسبة المئوية لبنود الموازنة الخاصة بالمشروع، يعني أنا أعتقد أستاذة أمارات بتتكلم على الجزء بتاع الموارد البشرية. تاني يا جماعة احنا كنا بنقول وبشكل واضح 15% حد أقصى، دي بتغطي مصروفات التشغيل، بتغطي ال إذا حد يحط مدير تنفيذي أو مشرف مشروع. كويس. اما الثمان ميسرات والمدرب الرئيسي فهيبقى جزء من انشطه المشروع، مع الاخذ في الاعتبار انه حضراتكم جوه يعني الميزانيه ما حدش ينسى انه في جزء للتاسيس، انا عندي اربع فصول، عندي ثلاث فصول، الفصول دي في الاخر هتتاسس باساس، الاساس ده عباره عن ديسك والتيبل الكرسي والترابيزه اللي هيبقى فيها ايه؟ الدارسين والسبوره طبعا. وطبعا هيبقى في خامات وادوات اللي هتستخدم في عمليه التدريس. صفحه ايه؟ انا الاستاذه ايمان بتقول قائمه التحقق صفحه صفر، انا مش قدامي الصفحه بصراحه، يعني لو هي تقول لي هي تقصد ايه فين، او لو حد من يعني من
زمايلنا في سيلز تشيلدرن اذا الحته دي واضحه عليه عندهم يقولوها لي، انا مش شايفها بصراحه يعني. ما عنديش صفحه صفر يا جماعه خالص انا. بص يا جماعه يعني احنا كل هذا اللقاء هنحاول احنا بنسجله، وبالتالي هنحاول ايه يعني نشارك حضراتكم بيه اللي هيتوفر عندنا ايميلاته او يعني هيبعت لنا الايميلات بتاعه على ايه الشات بوكس. معلش اللي كتب السؤال ده يا استاذ نصر يعني ممكن يعيد الصياغه بشكل مختلف لان انا برضو مش فاهمه فمش عارفه ارد. استاذ نصر طيب اتفضلي. مع حضرتك انا هيام، هو ده موجود فعلا مكتوب كده رقم الصفحه 0 في الملحقات اللي هي الجزء الملحق الثاني اللي هي قائمه التحقق للمتقدمين، موجود البند ده تحت في الجدول الثاني الملحق ايه صح. الملحق الثاني. طب انا ببص معاكي كده على الملحق الثاني قائمه تحقق المتقدمين. لا بص يا جماعه يعني هو الجدول تحت يا استاذ نصر موجود تم تعبئه اعلان البحث والتوقيع عليه الجزء. بص يا جماعة يعني خلينا بس ايه يعني الـ الـ الكلام ده يعني الملحق ده يعني اعتبروه بس يعني استرشادي تم تعبئة اعلان الفحص والتوقيع عليه. يعني احنا هنعتبر انه اعلان الفحص دون هو الجواب اللي حضرتكم هتاخدوه من الجمعية لما تسلموا المقترح. تمام؟ واضح؟ أستاذة واضح الكلام؟ الصوت وصل يا جماعة الإجابة وضحت؟ تمام يا استاذ نصر تمام. طيب في لازال عندنا يعني أستاذ محمد علي عوض. أستاذة إيمان خلاص هي احنا كده ردينا على سؤال. أستاذ محمد علي هل في أسئلة لدى حضراتكم تاني يا جماعة؟ السؤال بتاع التدريب لميسرات المدرب ده طبعا على جمعية عطاء ولا جوه الميزانية؟ اللي أنت عايزه يا أستاذ رشوان. بص هقول لك، لا تدريب الميسرات والماستر ترينر فلوسه موجوده داخل جمعيه عطاء بلا حدود. تمام كويس. تمام؟ في اي استفسارات يا جماعه تاني؟ استاذه ولاء استاذ ايمن واستاذ فايده، حد عنده اي اضافه من حضراتكم؟ بالنسبة لي تمام يا أستاذ نصر، أنا ما عنديش أي إضافة، وبس هأكد على كلام حضرتك إن باب الاستفسارات مفتوح في أي وقت، يتبعت الأسئلة على الإيميل وهيتم الرد عليها بالإيميل من قبل حضراتكم على أن يتم الرد على الجميع اللي سجل الإيميلات بتاعته بس. فيعني فما تقلقوش يعني لو في أي أسئلة احنا موجودين معاكم يعني. شكرا. استاذه رفيده العفو استاذه ولا استاذه رفيده، هل في اي حاجه في الجزء بتاع المساءله يعني محتاجه تضيفيه؟ هو انا بس باكد كمان للجمعيات يعني زي ما وضح استاذ نصر في بدايه اللقاء ان يا جماعه يعني انتوا طبعا لغايه الوقت المحدد في المواعيد الملحقه ليكم الحريه انكم تسالوا لو عندكم استفسارات، كمان لو في اي شكاوى بخصوص الاجراءات اثناء الفتره اللي جايه ان شاء الله، فيعني ارجو ان انتوا تبعتوا الجمعية وتتصلوا لو في اي حاجه عندكم، لان ده يعني احنا بنعتمد على فكره الشفافيه والنزافه، مفيش مشكله ان يكون في مشاركه واضحه للمعلومات سواء من طرفنا او من طرفكم خلال فتره كتابه المقترح. شكرا. طب استاذه رفيده يعني احنا شاركنا الارقام بتاعه الشكاوي في عطاء، هل حضرتك هتشاركي اي وسيله للشكاوي في هيئه انقاذ الطفوله او للمساءله؟ لو في وسيله حضرتك يعني اتفضلي شاركيها مع
طيب احنا يعني بالنسبه للهيئه احنا عندنا فيه الخط الساخن، واعتقد يمكن احنا في معظم حضراتكم، انا عارفه معظم الجمعيات المشاركه في اللقاء النهارده، فاكيد برضو تعرفوا الخط الساخن الخاص بالهيئه، انا هشيره معاكم دلوقتي على الشات بوكس. هي بس الفكره عشان ما يبقاش فيه لخبطه، لو عندكم اي استفسارات خاصه بالمقترح الفني وخاصه بكراسه الشروط وخاصه بالتقديم هتكون من خلال الايميل الخاص بجمعيه عطاء. الخط الساخن الخاص بالهيئه هو بس هيكون لتلقي اي فيدباك، لو ليكوا راي في الاجراءات نفسها، لو في شكوى بخصوص يعني مع احترام الجمعيه عطاء وخاص بالهيئه، فبس هنبعت على الواتساب الخاص بيه الرقم اللي انا هشيره معاكم على الشات، او ان احنا ممكن نتصل، بس ده مش للاستفسارات، يعني لو اي استفسارات زي ما قلت هيكون من خلال الاليات اللي وضحها استاذ نصر في بدايه اللقاء، فانا هشيره معاكم على الشات بوكس دلوقتي الخط الساخن الخاص بهيئه انقاذ الطفوله. شكرا. عفوا يا فندم. تاني يا جماعه بنعيد ونؤكد ان احنا مش هنرد على اي استفسارات تليفونيه، كل الردود على الاستفسارات وعلى المعلومات اللي حضراتكم هتطلبوها هتكون من خلال الايميلات، وبالتالي احنا كمان هنشارك اي استفسار هيجي لنا وهيبقى فيه رد، مش هنشاركه مع اللي سالوا بس، هنشاركه مع كل المجموعه اللي بعتت لنا ايميلاتها ووسائل التواصل معاها. الوسيلة الاتصال هي الإيميل اللي معلن قدام حضرتك. مين اللي بيسأل؟ طيب أستاذ الشيخ عطا بيسأل على الأوراق اللي مطلوبة من الجمعية. إحنا قلنا الشيخ عطا طبعا في يعني تقرير مالي اجتماعي، حديث من التضامن الاجتماعي، ان في لائحه النظام الاساسي بتاعت الجمعيه، واذا كنا احنا كمان يعني بنقدم اي وثائق او مستندات عن سابق الخبرات بتاعت الايه بتاعت الجمعيه. طيب في سؤال ثاني يا جماعه عن الموازنه، وان محتاجين يعني شرح تفصيلي ليها كويس، يعني يعني انا مش ما عندناش اضافه افضل من اللي احنا قلناه، لكن خلينا قد يكون اذا كان ده يعني حاجه عامه ل يعني اللي حضراتكم، هنحاول مع يعني شركائنا في هيئه انقاذ الطفوله يعني كل يعني نعمل زي بنود للانشطه اللي غير واضحه وان شاركها مع حضراتكم، لكن هنحط بنود، ده مش وعد لسه، احنا هنناقش ده، هنشوف ينفع او ما ينفعش، بس لو هينفع هنشاركه مع حضراتكم من خلال الايميلات باذن الله عز وجل ان شاء الله. طب معلش يا استاذ نصر، انا يعني عندي تعقيب برضو على موضوع الموازنه. اتفضل. طيب يعني لو هو السؤال فيما يخص البنود بتاعه الموازنه، فهي زي ما حضراتكم شايفين ده تمبلت، يعني مش حاجة يعني لازم نكتب في كل نقطة. على سبيل المثال مثلا لو حضراتكم فتحتوا الموازنة هتلاقوا جزء مثلا خاص بالمؤتمرات، طب أنا ما عنديش مؤتمرات، خلاص ما فيش ده، يعني مش هكتب في البند ده أدلة ومطبوعات، طب أنا عندي الدليل مثلا هيتم طباعته من قبل عطاء أو الهيئة ومش عارفة إيه، خلاص ما فيش داعي برضو أكتب في البند ده. فهو بس محطوط البنود دي بشكل يعني يسمح ليكم إن أنتوا تبدعوا علشان ما نبقاش اقتصرنا الموضوع، بس هو مش شرط للجمعية إن هي تكتب في كل البنود، هي بتكتب في البنود اللي هي حسب الرؤية بتاعتها لتنفيذ المشروع. يعني يا رب تكون أكون وضحت حاجة فيما يخص الموازنة. يمكن أنا في حاجة بس يعني هي موجودة في كراسة الشروط ونسيت أوضحها، هو مين اللجنة اللي هتبت في المقترحات؟ اللجنة دي هيكون متكونة من ممثل لمديرية التضامن الاجتماعي وممثل لهيئة إنقاذ الطفولة أو أكثر، وممثل لعطاء بلا حدود أو أكثر. بس يبقى اللجنة اللي هتبت في المقترحات مشكلة من عطاء بلا حدود، إنقاذ الطفولة، التضامن الاجتماعي.
يعني بعض من يعني في سؤال او استفسار حوالين امكانيه مشاركه التسجيل الصوتي للقاء. يعني كل مفرجات يعني اليوم هنحاول نشاركها مع حضراتكم على الايميلات اللي حضراتكم بعتوها ان شاء الله باذن الله بكره باذن الله ان شاء الله. الأستاذة بسنت لها سؤال برضي على الشات، هي بتتكلم على إني ما دار حاضر هدى حضرتك بس أرد على السؤال ده وهدى حضرتك الكلام معي. إني هي بتقول إنه يا ريت نبعت ملخص للدار النهاردة لأنه هو مختلف عن كرات الشروط. لا هو 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 هنبعت الملخص لكن إحنا مش مختلفين على كرات الشروط، هو إحنا كل اللي إحنا قلناه جوه كرات الشروط هو كل اللي إحنا يعني حاولنا نعمله إنه نقلل حجم اللي مطلوب من حضراتكم من جوه كرات الشروط. يعني إيه المختلف؟ المختلف هو مال إن إحنا عندنا 5 أنشطة قلنا إن حضراتكم هتكتبوا في نشاطين بس منهم اللي هو النشاط الاول والنشاط الايه والثاني. من ضمن الحاجات اللي احنا موجوده في كراسه الشروط اللي هي عدد من النماذج والمرفقات، قلنا ان حضراتكم ملزمين بالنموذج الف والنموذج ب، يعني دول ابرز الحاجات اللي يعني حصلت، ما يعني ما طلعناش بره. حتى المؤشرات اللي هنقيم على بناء عليها المقترحات هو جوه كراسه الشروط. تمام، يعني في حد كان بيسال، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد مدسر جمعية مجلس الأمن ساحل سليم. هو حضرتك أحمد الله يخليك. هو حابب بس أنا أسأل عن موضوع الميزانية، حضرتك قلت في الأربع فصول لازم يتحط لهم أساس ما ننسوهوش. طب هل في الميزانية بتحط أساس للجمعية؟ لا يا جماعة، إحنا ما عندناش يعني أساس للجمعية، إحنا كل اللي عندنا مخصص للجمعية هو عبارة عن 15% من إجمالي المنحة. ال 15% دول هيغطوا محاسب، هيغطوا مدير تنفيذي أو مشرف، أو إذا الجمعية عايزة تجيب أساس ليها هي من جوه ال 15 دول في المية يعني مسموح به. لكن الثمان ميسرات والماستر ترينر المدرب الاساسي طبعا بره ال 15% دول ومن جوه ايه ميزانيه الايه الانشطه. يعني ممكن جمعيه تقول انا هوفر عندي فصلين وانا هتعاقد مع مدرسه من المدارس مثلا، مع يعني مع مركز شباب مؤهل عندي او مجهز، وهو هيخصص لي فصلين وانا مش هاسسهم يعني، بس هو هيديني ما يثبت ده وهيبقى مسؤول عنه. كويس، يعني ممكن جمعيه تقول ما عنديش 4 فصول ولكن هتديني استراتيجيه مقنعه في الـ يعني في المقترح تخليني اقبل. لو هي قالت والله انا عندي فصلين بس انا هقول لك هنستخدمهم ازاي عشان اوصل للمستهدف بتاعي ويكون ده مقبول بالنسبه لينا، سواء عطاء بلا حدود او هيئه انقاذ الطفوله. كويس، بس وفي الاخر يعني ما هو الاساس الفصول ده يعني ما بعد انتهاء المنحه هو مش هتاخده عطاء ولا هتاخده هيئه انقاذ الطفوله، هو اساس هيبقى موجود داخل الجمعيه. واحده من الحاجات اللي احنا هنقيم عليها الجمعيات الى اي درجه هي هتعمل استمراريه، وان الاساس اللي موجود عندها هو الفصول هل هو اليه من اليه استمرار المشروع ولا لا، وإن الجمعية اللي هيتم اختيارها هيكون عندها وحدة إنتاجية هيتم إنشائها، وبالتالي ده برضه نوع من أنواع الـ added value أو من الـ 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 الخدمات المباشرة للجمعية. أرجو إن أنا تكون الإجابة واضحة يعني. وأنا قصدت حاجة يعني مثلا لو في مكتب أو جهاز كمبيوتر للمحاسبة أو اللي هو المشرف. بص أستاذ العزيز، إحنا كل جمعية هي يعني ليها مبلغ في حدود 661,000 جنيه. ال 15% منه كام؟ حضرتك احسبهم، هم دول هيكونوا بتوعات الجمعيه اللي شرط اساسي عندي لازم يكون من ضمنهم محاسب. بالظبط. بعد كده باقي الفلوس ويعني بانتقالات بمصروفات تشغيل استثمر الفلوس الباقي زي ما انت عايز، بس يكون له علاقه بانشطه المنحه. يعني على سبيل المثال حضرتك هتقول لي هتجيب مكنه تصوير، يعني ايه علاقتها بالمنحه؟ ملهاش علاقه بالمنحه،
حضرتك هتقول لي هتجيب تكييف، هقول له ايه علاقته بالمنحه؟ تمام، فما ليش علاقه بشكل مباشر بانشطه الايه المنحه. حضرتك عايز تستثمر، استثمر زي ما انت عايز. عامله 15% اساسي عندي فيهم لازم يكون منهم محاسب. لا شكرا يا فندم، برضه استاذ نصر عفوان. شكرا. ايوه اتفضل. 5% من ضمنهم الكهرباء والميه التليفونات انتقالات كلها ال 15% يا استاذ، يعني اذا انا سامع صح استاذ رشوان، هي ال 15% هي متضمنه جميع المصروفات التشغيل والمحاسب ويعني والانتقالات بتاعت الجمعيه، لان احنا متوقع ان الجمعيه مش هيبقى عندها انتقالات الا للمحاسب لو هيروح ايه يعني هيروح البنك مثلا او غيره، وده هيبقى توك توك ولا حاجه زي كده يعني على حسب ايه على حسب الجمعيه إيه. لكن بالنسبه للفصول يفترض انها جوه ايه جوه الجمعيه، وبالتالي هو ال 15% دي انكلود كل حاجه، لان هناك ادد فاليو اخر مضاف للجمعيه. زي ما بقول لحضرتك عندك وحده انتاجيه للجمعيه اللي هيقع عليها الاختيار، عندنا اساس هيتم تاسيسه داخل الجمعيه، وبالتالي دول مش يعني هيضلوا بتوعات الجمعيه يعني مش واخداهم عطاء. فاحنا تقريبا بنتكلم على مبلغ كبير جدا، يعني اذا 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 يعني احنا مش هنسبق بس الاحداث، بس بنقول ان الجمعيه هيبقى عندها يعني ممكن مبلغ بيتكلم في 150 160 اجمالي يعني الحاجات اللي هي هتتساب في الجمعيه في الاخر يعني. تمام. في سؤال جالنا على الشات برضه. يعني في حد بيطلب ارسال المقترح النماذج المقترح الفني والمالي، هو ده موجود في كراسه الشروط يا جماعه، ولو حد عنده مشاكل في يحصل عليهم حاضر. يعني الناس اللي بعتت لنا ايميلات شغاله تاني يا جماعه، يعني احنا بنشتغل على الايميلات اللي جت لنا على الشات بوكس، لو حد بقى ايميل مش شغال او ايميل مش صح مش مشكلتنا يعني هيبقى مشكلته هو، فهنبعت حاضر ممكن نبعت النماذج دي مفيش مشكله. هنبعتها وورد حاضر. اوكي ماشي. لا هي طبعا هو بنبعتها لكم وورد عشان تقدروا تستخدموها. حاضر حاضر، هنبعتها وورد واكسل عشان تقدروا تستخدموها. حاضر صح تمام. اوكي اي استفسار من حضراتكم تاني؟ يعني احنا ما عندناش حاجه على الشات بوكس، ومنتظرين لو من حضراتكم اي تعليق اي اضافه اي كومنت اي سؤال تحت. طيب يعني بما اني ما فيش عند حضراتكم اسئله، و اخواننا واساتذتنا في هيئه انقاذ الطفوله ما عندهمش اي اضافه، يبقى احنا كده بنختم هذا اللقاء التعريفي الاول ب هو جالنا سؤال على الشات دلوقتي فاهمي. حد بيسال تاني على الجزء بتاع المنح بتاعه الايه بتاعه الدارسين جماعه، المنح هتقدمها عطاء بلا حدود، ولسه هنحددها هيكون شكلها ازاي، وهي منح عينيه عشان نبقى عارفين يعني احنا هنقدم منح هتكون المنح عينيه، والقرض هنتكلم عليه وهنشوف شروطه ازاي، بس في حينه مع الجمعيات اللي هيتم الايه اللي هيتم التوقيع على الاتفاقيات معاها، وهتكون لها نصيب انها تاخد المنح. ليه طيب احنا بنأجل ده؟ في حاجتين مؤجلين وهو الوحدات الانتاجيه والمنح، دي هتبقى مش راي فردي هتاخده الجمعيه، لا هناخده بالشراكه ما بين هيئه انقاذ الطفوله وعطاء والجمعيات الشريكه ودراسه السوق اللي هتطلع، وعشان كده هو مرحل لما بعد منها. معلش استاذ ناصر، 300 شامل المستهدفين لكل جمعيه، ممكن يكون قريه واحده ولا خمس قرى ولا حسب؟ والله لو من عزبه واحده ما عندناش مشكله، ده بتاعتك واصله؟ تمام. يعني احنا بنتكلم ان الجمعيه هي لها يعني مثلا انا بتكلم على مركز ابنوب كويس؟ تمام. فمركز ابنوب هيعمل الـ يعني حضرتك هتشتغل في يعني احدى القرى يعني فيها الفصول، بس هتلاحظ حاجه بس مثلا حضرتك موجود في الثواني البحريه تمام كويس، فلو اني حضرتك هتستهدف حد في بني محمد هتستهدفه ازاي؟ عندك فصل ولا هتجيب الولاد من بني محمد للثواني البحريه؟ الا اذا حضرتك بتقول انا عندي فصل موجود ومؤسس في بني محمد في المكان اكس، وحضرتك بتديني ما يؤكد
وجود هذا الفصل. وصلت؟ واضحه؟ اه واضح. شكرا شكرا. لكن طبعا طبعا برضه عشان اكون اكثر دقه ده، فلو اني جمعيه بتقول انا هشتغل كل فصولي مثلا في بني محمد وهتستهدف كل الفصول او كل الفئه المستهدفه جوه بني محمد، كويس، في نفس الجمعيه، وجمعيه ثانيه بتقول انا هعمل الفصول بتاعتي بس انا هستهدف شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا، لو انا بابت في المقترحات هدي درجه افضليه للي فوكس في مكان ايه؟ في مكان واحد، تمام؟ الا اذا حضرتك الجمعيه الثانيه ادتني مبررات قويه مقنعه لفريق الايه؟ لفريق عمل اللي بيقيم المقترحات. واضح؟ الافضليه ان هم يكونوا في مكان قريه واحده. هو ده بيفضل لاسباب كثيره، بس ده مرتبط بحاجات ثانيه يا جماعه، يعني مرتبط، خلي بالكم عشان بس من التجارب والخبرات السابقه في فيوسن اكشن، يعني انه امكانيه ان انا اقدر اجمع الفئه المستهدفه دي في قريه واحده امكانيته ايه؟ ده مبني على حصر حضراتكم عاملينه اللي هيقدم مثلا. واحده ثانيه من الـ من الـ من الـ من الخبرات هو انهي نوعيه من الشباب جاي، وانه الشباب فعلا تنطبق عليه المعايير، لاني مثلا هقول مثال، احد الجمعيات الشريكه السابقه في يوسن اكشن مثلا قدمت لينا يعني القائمه بتاعت الفصول، وكانت شرط رئيسي ان يكون الولاد دول متسربين من التعليم، وبعد ما قدموا القائمه وخلاص احنا كجمعيه بنعمل تدقيق للفصول، فابتدينا نتواصل مع التربيه والتعليم، فتبين ان جزء كبير من هؤلاء الولاد مش على قوه التربيه والتعليم، كويس، على قوه التربيه والتعليم، فسوري مش متسربين من التعليم خالص، فبالتالي الجمعيه اتوقف الشغل معاها، فهو مرتبط باكثر من حاجه عشان ايه، واحنا بنكتب ده لان الجزء ده جزء مهم، ولذلك احنا حاطين بعض المؤشرات اللي موجوده وعليها في القدره التشغيليه مثلا، قلنا ان القدره التشغيليه دي عليها 12 اللي هيقل عن 12 درجه هيتابع خالص مش هنبص فيه، منها الجزء بتاع الايه؟ بتاع الشباب والحصر وغيره يعني، تمام؟ تمام. اي سؤال؟ اي استفسارات؟ طب سؤال لو سمحت يا استاذ ناصر. اتفضل. معتز عبد النبي، جمعيه الابتسام للصدى والاعاقه، مستشار الكليني. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا حضرتك. دلوقتي لو انا مثلا مقر الجمعيه عندي مش يعني ما فيهوش الشروط اللي هي مطلوبه من فكره وجود اربع قاعات والحاجات اللي حضرتك تفضلت بذكرها من شويه، تمام، ولكن نجحت في توفير مقر بايجار طويل الامد يغطي او يستوفي الشرط ده، تمام، في نفس المكان اللي انا في ميدان عملي اللي هو مدينه ساحل سليم مثلا، فهل ده هي ممكن يعني يفقد الجمعيه الشرط بتاعها ولا ايه الوضع بالضبط؟ طيب يعني هكون امين معاك، يعني انا كحد في اللجنه هيبقى لا، انا مش هقدر اقبل بهذا الشكل، لاني انا اسف طبعا، انا لا اقصد الجمعيه عند حضرتك، لاني هو من السهل جدا اي جمعيه من الجمعيات اللي عايزه تقدم ممكن النهارده تعمل عقد وتجيبوه لي، وممكن تروح بيه تعمل لي عليه اثبات تاريخ في الشهر العقاري مثلا وتقول لي والله انا معايا عقد طويل الاجل، كويس، فانا مش هقدر اخد بهذا المعيار بتواريخ حاليه جديده، كويس، ودي واحده من القدرات المهمه اللي المفروض تكون في الجمعيه، لان انا في الاخر احنا بنحاول نستثمر في الجمعيات، كويس، يعني انا بالنسبه لي كعضو لجنه هبقى لا ضد هذا الكلام، وبالتالي هيبقى ايه يعني اعتقد ده غير مقبول يعني، تمام. لو حد من يعني الزملاء في هيئه انقاذ الطفوله عنده تعليق في هذه الجزئيه يعني ممكن يعني يعمل تدخل يعني. يعني انا بس حابه استاذ نصر اوضح بس النقطه دي بالنسبه للناس، هو احنا لما كنا بنتكلم عن المقر ان هو يكون في المراكز المستهدفة، احنا مش بس بنتكلم على ان هو فترة المشروع بس، احنا بنتكلم على ان هو يكون كائن وقائم في المراكز دي،
حتى من قبل ما المشروع يبقى موجود. ده ليه علاقه بامكانيه الوصول للفئه المستهدفه، سمعه المكان ان هو عنده ثقه وتقبل من المجتمع فيردوا ان هم يخلوا اولادهم. هو بس انا عايز اوضح لحضرتك، لا هو اللي انا قصدته ان المقر موجود بالفعل في المكان في المركز ومن سنوات، ولكن قصدي ان هو مثلا غير مطابق للمواصفات الفنيه اللي قالها استاذ ناصر من شويه من فكره وجود قاعات او كده. فالفكره اللي انا بتكلم فيها اللي هي مثلا استئجار يعني مقر ملحق لتنفيذ المشروع، ولكن في نفس الجمعيه نفسها موجوده في نفس المركز وفي نفس المكان من سنوات. نعم. يعني ده اللي انا قصدته بالسؤال. اه تمام، هو ده الجزء الثاني برضو اكمل النقطه اللي كنت بتكلم فيها، هو الاستمراريه بعد كده. هو زي ما كان اشار استاذ نصر ان هو مش بس هيتم تقديم جلسات، هو كمان هيكون في وحدات انتاجيه هيتم ان احنا نعملها. فايه هيكون وضع الوحدات الانتاجيه دي بعد انتهاء المشروع؟ هل هيتم ان هي هتمشي، هنشيلها، هنوديها فين بعد ما ينتهي الايجار اللي احنا مأجرينه؟ فدي برضو نقط نحطها في الحسبان لما نيجي نتكلم عن النقطه الخاصه بالايجار او بملكيه المكان. تمام، شكرا لحضرتك. طيب يعني اعتقد احنا هيظل لدينا استفسارات واسئله، باب الاستفسارات والاسئله هيظل مفتوح من خلال الايميل اللي يعني عرضناه في البرزنتيشن وموجود عند حضراتكم في كراسه الشروط لغايه يوم 9 يوليو. هنرد على الاستفسارات اللي هتبعتوها لحضراتكم. انا عايز بس يعني اعمل بس نقطه تنظيم، احنا هنرد على كل هذه الاستفسارات اللي هتيجي يعني يوم، وانا كتبت كل يوم خميس، كل يوم خميس. يعني انا مش هرد يوم يا جماعه عشان برضه تبقى الدنيا واضحه، احنا مش هنرد يومي، احنا هنجمع وهنيجي على نهايه الاسبوع على يوم الخميس هنعمل ايه؟ هنعمل رد على هذه الاستفسارات مجمعه. تمام؟ لكل الناس اللي هيبقى يعني عندنا الايميلات بتاعتها واضحه؟ تمام. طيب يعني انا اعتقد يعني يعني بما ان مفيش اسئله، مفيش حوار تاني، مفيش عندنا اي استفسارات، يا رب نكون قدرنا النهارده يعني نوصل لحضراتكم بعض المعلومات والتفاصيل شويه، بعض الحاجات اللي تكون مش واضحه في كراسه الشروط. انا شاكر لحضراتكم سعه صدركم وصبركم، وان احنا بنستخدم يعني للظروف والوضع الحالي اللي احنا فيه بنستخدم وسيله جديده، كلنا بنتعلم يعني آلية جديدة وطريقة جديدة، وبنكتشف إن كمان ده بينفع، وإن إحنا نتكلم مع بعض أونلاين ونعمل شغل من خلال وسائل الانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي. فدي حاجة يعني من الحاجات اللي إحنا إن شاء الله محتاجين إن إحنا نركز فيها كلنا كمجتمع مدني في الفترة اللي جاية. يعني ربنا يسلمكم جميعا ويسلمنا ويسلم البلد من الوباء والبلاء ويرفعه عنا قريبا ان شاء الله باذن الله عز وجل. شاكر لاخواتنا وزمايلنا من هيئه انقاذ الطفوله، الاستاذ ولاء حسن، استاذه ولاء سويفي، استاذه رفيده، واستاذه ايمن عبد الحفيظ. شاكر لمجموعه زمايلي اللي ساعدوني في اداره اللقاء النهارده، سواء استاذ ساميه وسماح وريم وزاهية وزينب وهيام، بالإضافة لزمايلنا في القسم المالي. وبنرحب تاني بأي أسئلة أو استفسارات تجينا من حضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يا رب موفقين جميعا، ويوفقنا إن احنا كمان يعني في عملية الاختيار. شكرا لحضراتكم ونشوفكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. Gracias.